سجلنا حقوق الولد على الوالدين واكثرنا من البيان، لأن الأمور مبنية عليه على الولد. الولد هو بعده كان بنت بده تصير أم البيت، وكان ولد هو بده يصير أبو البيت، وبده يصير التاجر والمزارع والحاكم والقائد والمحافظ. ولد يا زلمة بنينا الأمور عليه وتمينا فيه، لأنه أساس كل شيء وركن كل شيء. الولد إن كان بنتي بدها تطلع تصير أم البيت، هي بدها تصير مديرة المدرسة، معلمة المدرسة، هي المسؤولة. إن كان ذكر بتطلع هو أبو البيت، هو التاجر، هو المزارع، هو الصانع، هو الحاكم، هو الكل. فإذا الأمور مبنية على أول قدم، وهو صغير، مبني عليه. إذا تخلق بصغره بطلع بكبره بيعامل الناس بالمعاملة الإسلامية، بالمعاملة الحسنة. لكن الأدب بده يكون أدب إسلامي وأدب أوروبي، أدب عصري. معصورين هدول فرد عصرة، هدول ما عندهم، ما في ضمير داخل جوا. هدول بيراعوا الأوروبيين، بيراعوا القانون الظاهري، لأنه ما في باطن، ما في قلب جوا يدرك ذلك. لا، الإسلام بيعامل الضمير، نحن الضمير. الضمير موجود، هو خليفة الله في الإنسان. لأجل ذلك هلأ المرأة والرجل أنا لا أرضى تكون وحدة قاعدة هون تطلع من وجه ومن وراء وتفتش على الناس. إذا تذهب وتطلع من هنا، لا تنسى عنا. وإن محلنا محل أدب، مو علم فقط، أدب مثل مجلس صلى الله عليه وسلم. كان كأن على رؤوسه هو الطير. كل صحابة صلى الله عليه وسلم كان لما يتكلم صلى الله عليه وسلم كأني على رؤوسهم الطير. شلون كان واحد على راسه طير ما بيدري يطير؟ ما بدز راسه ولا بدفع ولا بعمل اي حركه مثل الف. وهكذا انتم جايين حتى تستفيدوا، وبدكم تفيدوا وتخلوا الافاده في النساء. ما بتفيد شيء، شفناه كثير. افاده بالحال بالحال بتفيدوا. اذا كنتم متخلقات خلقكم تسري الى القلوب حتى لقلب العدو، شاءت او ابت القلوب. والطباع سراقه بناتي، تسرق الخير وتسرق الشر. فاذا لازم يا زكي الحق ندبنا وامرنا ان نصاحب الصادقين، لان الصادقين الحق شهدهم رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه في ضمير جوا. الله اخذ العهد من يوم قال الست بربكم، نفذوه في هذا العالم الدنيوي. هؤلاء اقوياء لا ينالوا من احد، لا من قريب ولا من غريب. عنده ضمير، عنده ضمير، وعم بامر الضمير. اسمع بعقل، من عم بامر الضمير عم بياخذه بالقبول، من عم بنهي عم بياخذه بالقبول. فمن اراد ان يكون سعيدا فعليه ان يكون ضميره معه. ولا ما الفايده بناتي؟ صمتوا كثير، صليتوا كثير، جيتوا على الدرس ولا بتقام من ارضك. زعله من الزعلات، بتزعلوا بتروحوا كل اليوم بدوك. إذا كان في ضمير طاهر جوا هو بحاسب. إذا واحد أذاكم ما بتأذوه، إذا كانوا أذاكم هو بتشوفوه سيء، وسخ، قذر، جاهل، بعيد، ظلماني، كسيف. لا، وأنا ما بتنازل، أنا أقول اللي حكيته هيك كسيف بعيد. كان حكيت لكم مرة في العراق واحد أمير قال لي يا شيخي نحن هون إذا كان واحد بسموه حطري يعني بالبلد، كان واحد حطري عدى علينا او سبنا ما نتنازل نسبه لانه هذا حطري. اذا شهمه، شهامه، في رجوله. وهي انا ما بطلق برضاكم اذا واحد حكيت عليكم بتحكوا عليها. لا، وين الرجوله؟ وين الانسانيه اللي الله قال لقد خلقنا الانسان في عشان تعويم بناتي؟ ما عندكم، ما عندكم عقل تدركوا به وتميزوا وتزينوا. هالشخص اللي عم بيأذيكم بيعمل معكم الشيء سيء، مو بتعوا شيء بشع. شو بتعاملوا مثله؟ ما عم بفهم شلون. انتوا عم بتلاقوا شيء بشع قذر، شو بتعطوه اكثر من جنسه؟ هذا دم في عقل ابدا. لا،
أنا إنسانية، إنسانية فوق الملائكة، فوق الوجود. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مو في تقويم الحسن، أحسن تقويم. إذا واحد أذاكم، سبكم، حكى عليكم، لا تتنازلوا تسبوه، تحكوا عليه، أو تعطوا إذنكم للكلام الواطي. من كم سنة كنت في الشام وكان دكتور، والآن موجود. والدكتور يعني له قيمته. قام عم بحكي لي حكاية، صح فيها ذاك الصوت. قلت له ما كنت أظنك أنت لهالدرجة واطي. شلون بتعير ابنك تسمع هيك كلام؟ شلون بتقبل لسانك يدير هيك كلام؟ عاد خلص ونحن معقول عنده ضيوف في البيت، ما تكلم، طينا سهرنا وظننا وما عاد فتح فمه ابدا. قلت له وين شخصيتك؟ حتى ابنك تحكي لكلام واطي؟ او لسانك شلون بتسمح له يتكلم كلام الواطي؟ الانسان لما بيجي بده يخبرني بكلام الواطي تبين هو واطي. لو ما كان واطي ما نقل الواطي. فهمتوا بناتي؟ لا، وين الشخصية الإنسانية؟ أنا عم بعلمكم الآداب اللي بتفرح عليكم الملائكة في السماء. إذا واحد حكى عليكم لا تحكوا عليه. انتم من المعلمات إذا ولد عمل بطاله برا، بس شفتوا صار يتفلك عمل بطاله برا. شفتوا بناتي؟ الميزان عندنا لا عند غيرنا. واحد عاملنا بمعامله سيئه، شو بنعم نقابله بالسيئ مثل حكايته؟ ونحن لقينا شيء بشع بشع، ما تبيز كثير ظلماني. شو بنعامل؟ شو بنتنازل؟ شو بنرضى على حالنا نعامله؟ كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن اساء اليه. بينا لكم هذاك الدرس. سيدنا محمد ابن الحنفيه، يعني ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لكن امه ما هي ستنا فاطمه، امه حنفيه. لكن كان شخصيا من الشخصيات البارزه، وكان امير حقا، وكان كبير حقا. يوم من الايام خادمه عبده رقيق عم صب له فمه لبناتي، لكن تعلموا، عم صب له على ايديه، وقع من ايده الاناء اللي عم صب فيه، وقع بالارض انكسر، والارض كانت ارض حمراء، تراب احمر. هذا اللي انكسر المي طرشته، لان الامير لمحمد بن عرفيه سيدنا علي صار ثيابه من تحكيه تبين، صار كل الحمر. غضب، يقول له عبده والكاظمين الغاز، ذكروا بالعيد القرآني، قال له كذب، قال له والعافين عن الناس، قال له عافيت، قال له الله وحب المحسنين، قال له انت عطيت وجه الله. ما اجمل هذا، مو لازم نقلد هيك واحد، ما نقلد الواطي لك بناتي، والله ما بقلد الواطي الا الواطي. العالم ما بتنازلوا، ما بتنازلوا للواطي وقلد الواطي، ما بقدروا، ما عندهم امكانيات. وابنهم انا بقيت سنين هون ما اريد اسمع اذا كان واحد يحكي مع واحد كلام ما بينفع، لانه يجي يضرب بايدي لقلبي وانا ماشي بالطريق. رايح على البيت مثلا واحد يحكي مع واحد كلام مو كويس يضرب في قلبي، لانه انا هون قاعد لا عم بجتمع لا عم بسمع. لو اجي لعندي عالم مربوطين بالميزان، ما حدا بيتكلم، ما حدا بقدر يتكلم كلمه واحده ما هي صحيحه، كله موزون. الا شلون بدي اروح على البيت واجي؟ ما اقدر اشوف بعيني، لا اقدر اسمع باذني، اذني محفوظه، بصري محفوظ، قلبي محفوظ، كلي محفوظ. لما واحد يحكي مع واحد بالطريق كانه الصوت مش علي انا. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا شيك احدكم بشوكه حسست بالمها. هيك كان يصير معك. اذا واحد قاتل واحد كانه قاتل بيدي. اذا واحد ازعج واحد اغرب من هيك. اذا كان هلا الى يومنا هذا واحد زعجني مثلا، واحد من اخواننا اراد يرادد عني، ما بقبل اخواننا، ما بريدوا يأذيني هناك بالاذاني، ما بحب ولا برضى الاذاني. اذاني بيعرف حاله هو، هو مأذي، انا ما برضى اكون مأذي. اساء الي ما برضى حال اكون المسيء. ما برضى ابدا. وهي هيك انتم تعودوا، تعلموا حتى تفهموا كلام الله، حتى تفهموا القران ما هو القران. اجى لعندي من كم يومين ثلاثه واحد له قيمته كبير. عم ببين له كنا عم نحكي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك يا للغريب، يا للغريب، الناس بتصلوا على النبي وبدهم اجرة من الله. ليش بصلي على النبي؟ لازم بده يعطيه ثواب. قلنا له هذا ايش عنده بطان؟ انا بدي يجب علي اشكر الله، جعلني ترضاني اكون اشكر محمد صلى الله عليه وسلم، اصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بدها شكر وبدها حمد.
ارضيني ارضيني اكون اصلي على حبيبه الاعظم. قال لي يا شيخ، قلت له انا ما بسمع كلام الا منك الكلام ده. قلت له الله قال واتقوا الله وعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. الانسان اذا حاسب نفسه بناتي الحق بتولاه، تولى شؤونه، تولى ادبه. وهكذا انا برضاكم اللي بده يجي على الدرس يتخلى على بناتي، والله بصير ست في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، وعند الله وعند عبد الله. بناتي الأديب محبوب عند كل المذاهب، عند كل العالم أجمع. المرأة أو الرجل لازم كلامه موجود، لا يتكلم كلام يأذي حدا ولو أذوه. إذا كان بده يأذي يقول لك ما أذوه صار لك حكايتهم، هن أذوه وأذوه صار لك ما بقى له فضل. لكن بأذيكي أنت ما بتأذيه، بسيء إليكي أنت بتحسني إليه. ما أجملك ما أحسنك أنت، والله داني على دين الإسلام. هدول المسلمين هدول عم بيلعبوا الإسلام، لكن مو هيك الإسلام يا ناس. الإسلام عزيز عزيز، الإسلام عظيم عظيم، عظمة، أخلاق، مجد، كرم، فهم، تحقيق. هذا الإسلام مين وصل إليه؟ اللي بحاسب نفسه. لم بحاسب نفسه حتى يتخلع بالإسلام. وليك إذا قرأ أمام القرآن ولو كانت أمية لا بتقرأ ولا بتكتب تفهم معنى الآية. تفكر ليش صار نسبي بين قلبه وبين القرآن؟ الله قال لا يمسه إلا المطهرون. لا يمس القرآن مو بس المصحف، لا يمس معناه فهمه إلا المطهر جوا. ويكون واحد سيء كذاب خائن فسودية إيه تغتاب. والله يا جماعة إيش بتحط اللي هي وتقيم عصاي ما بتنزل إلا تكون قلبه مجوى طاير. جرد ما يسمع الآية القرآنية الله فهمي. وين عود ما لازم كل يوم تقعدوا قبل الفجر وتبكوا تئنوا إلى الله وتحنوا إلى الله وتطلبوا من الله؟ يا سيدي ما بشو إلا بالنهار، بصير عندكم فهم، بصير عندكم ذوق، بصير عندكم محبة في القلوب. يجب كل فرد يوميا يقعد ولو قبل الفجر بساعة بنصف ساعة يصلي له ولو ركعتين ويبكي ويدخل الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة، لا حول. ما بنقدر نترك المعصية إلا بحول الله، ولا نعمل الطاعة إلا بقوة الله. لا حول. لما نزل سيدنا آدم عليه السلام كانت الملائكة هي عم تطوف حوالي الكعبة، كان الملائكة تطوف، ما في بشر، ما كان في بشر لسه. لما نزل سيدنا آدم كان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زاد عليهم سيدنا آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أجمل وأكمل، هذه روح الإنسان. لذلك الإنسان أعلى، اعترف تبرع من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله، وهذا الصحيح. فاللي بتخلع به لا حول ولا قوة إلا بالله أموره كلها لها ملائكة تمشي بها وتدبرها كل أموره. إذا قال لا حول ولا قوة، لا لحال ولا قوة، حول بحول الله يحول عن المعاصي وبقوة الله إلى الطاعات. هكذا الإنسان. لك بناتي أنتوا جايين مشان تنبسطوا تنسروا، ما ممكن إلا طريق النفس تزكوها. عمل كل شيء النفس، تزكوا نفسكم، تطهر، تفهموا الحقوق اللي لكم واللي عليكم، تفهموا حقوق مو بس لأولادكم، مو بس لزوجكم، مو بس أمكم، والجيران والفقراء والمساكين والصغار والكبار والطريق. طريق له عليكم حقوق. مشيتي ولا لقيت عزازي؟ شيلي عزازي من اجل حد يطلع يجي اعمى، يجي دبه، يجي كذا. شفتي مخاطه صفراء زرقاء، شرابين دخان، توسيه تركيه باجرك، قصف الجبسه كذا، بدك حقوق. منو بتركه؟ اهل النور. والما له نور بيجي بيمشي من جنبه بتركه. لا، بصرك هذا الله اعطاك عليه وشفته، وهي بتأذي غيرك. مو كل الناس عندهم لطافة مثل حكايتك، بتأذي غيرك. كيكة أو الفعل عزيزي أو ما شبه ذلك، بمقدار يعني. طبعاً الحرمة ما بتكون حوامة، الحرمة ما بتطلع من بيتها إلا بمقدار الضرورة، لأنه هي الراعية، هي راعية البيت. قولوا فلانة راعية البيت، إلا العرب فلانة راعية البيت، وصحيح راعية بيتها وحتى راعية زوجها كمان. زوجها هي بدها تهزه بآدابها، رعيت أولادها الصغار هي عم تهذبهم، الخدم اللي عندها عم تهذبهم. أما إذا كان طلعت فردانة حوامة
اللي بتحور اولاده بالحقوة بحومه، والخادمك ما يمشي بدال الخادمة. لا، الحرمة راعية البيت ما بتطلع من البيت ابدا. اذا ما طلع البيت ابنه ما بطلع، الخادمة ما بتطلع، ما بيجي براني، ما بدخل سارق، ما بدخل. تعفوها في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامير الحاكم راعي، والرجل راعي على زوجته، والمرأة راعية على زوجها وعلى الأولاد وعلى الخدم وعلى البيت وعلى العموم، والكل بترجع للمرأة للأم. الأم هي الأم، هي المأوى، هي المرجع، هي اللي عم تهذب بأخلاقها. وأنا صمت كتير، صليت كتير كمكمة يعني، شفناه كتير صوموا كتير وصلوا كتير وعملوا ما حسنة. لا، العمل ما دخل جوا، لا العمل ما طلع من جوا، العمل ما بيجي من برا بدخل جوا، العمل بيطلع من جوا لبرا. الله قال باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. برا ما في، ما رأينا لا علم ولا عمل ولا معرفة ولا محبة ولا عشق، إلا كله جوا في القلب. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات كل ما طوي جوا هذا الإنسان. الإنسان اسمه الجمع اليكون، تعرفه بالكتابة. خانة الأولى الملائكة، خانة الثانية الجن، خانة السادسة الإنسان الحيواني، خانة الرابعة الحيوان، خامسة السادسة النبات الجماد، بالنجمة هو الإنسان الكامل. هذا اللي قال عنه الحق، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. دليل ما بيقابل السيئة بالسيئة. أي بابا ما أجمله، ما أحسنه هذا سيد محمد الحنفية لما غضب عباطين أحمر وعبده ورقيقه غضب، قال له والكاظمين الغيظ، قال له كظم، رجع ذكره ذكره ورجع، قال له والعافين عن الناس، قال له عافيت، قال له والله محمد نصير، قال له انت عتيق وجه الله. ما اجمل ما كلياتنا بنريد حالنا نكون ذاك الشخص. لكن هلا انتوا لك بناتي، لما وحده بتحكي عليكم وبتحكوا وبتحكوا وترتوا لها بالسهوله، ما بتندموا؟ ما بيمكن لكم تندموا، لانه مؤمنين انتوا، الايمان عنده ضمير. خي ليش ما سكت انا؟ يمكن لازم اصبر لدقيقتين ثلاثه. اما واحد يعمل اشياء وما يندم يكون ما هو انساني، ما بيمكن ما بيمكن. الجدع، كل الجدع اللي ما بعمل عمل يندم، يندم عليه. لا، طالما بدي اندم لا ما بعمل عمل اندم فيه. اذا لازم اكون انا عندي قوه، عندي هيمنه، عندي هيمنه على نفسي، لانه الوجود كله قائم على النفس. بنادي قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس بناتي كلهم، كل اهتمامكم، كل قوتكم، ما أعطاكم الله قوة، شغلوها بالنفس مو العقل، لا ولا القلب ولا الروح ولا 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 الجسم، نفسكم. لما نفسكم تتطهر عقلكم بكبر، روحكم تتثقب، جسمكم بنطف بصير نظيف لطيف، تفهموا الإسلام، تفهموا الحقوق لكم وعليكم. ما بدهم فقيرة تيجي تتدخل عليكي، انت بتبعت عليها بتعطيه، انت في نور هناك، نور فياض عم بطلع من جوا. فلانة صار لها يومين ما اكلي، ما بتحصي تاكلي الا تبعتي تعطيه، ما بامكانك، ما بطاطي. ليش؟ انه مو نفسك تزكت، صار عندك النور، صرتي تدركي الك وعليكي. اذا ما وصلتوا لهالدرجه ايش بتفيدوا؟ واذا صمتوا كثير، صليتوا كثير، كم كمان صوموا كتير، بتزعلوا زعلة بتروحوا كل الصوم وكل الصلاة، بتحكوا كلمة كفرية بتعفسوا. في واحد في العراق وهابي وتاجر وبعمل أعمال، مشهور في الأعمال، هو عراقي لكن ماشي ممشى، يعني إيش معنى وهابي؟ يعني ما بحترم الأولياء، أي معنى؟ ما بحترم الرسول صلى الله عليه وسلم كل الاحترام ولا بحترم، هذا معنى وهابي. مو وهابي معنى كافر؟ لا ما هو كافر، لكن ما قلب، ما في قلبه وسخ قزر، ما عرف قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قيمة الأولياء اللي هني. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهني رحمة الله يختص برحمته من يشاء. ما عنده ذاك القلب الطيب النير النوراني الحساس اللطيف، إنه الرسول قيمته وعظمته. الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هلا في بعض ناس بنادي بيشوفوا رجال أو نساء صالحات وبصوم صموا، لكن قلبه جاف، حتى عينيهن الدمعة ما بتنزل، قلب قاسي نعوذ بالله، أكثر ما عنده الاحترام للأولياء. فهذا الرجل بحكوا لي عليه من سنين، واجتمعت معه من سنتين، من مدة أشهر
اجى على بلد من البلاد كان اخواننا معه، ان اخواني هيك اهل العلم واهل الصلاح واهل الولايه. قالوا له يا عزير إيه ليش ما بتروح بتزور سيدنا عبد القادر الجيلاني، بتزور سيدنا احمد؟ قال له لا انا والله ما بحط فرنك عليهم، هذول ما يسوى عندي هذول شيء، اشوفهم بالدجله بالفراوله اروح. انا مراد يصلوا معه اكثر من حتى يطالع الجواني. هلا الانسان ما بنعرف الجوات الا بعد ما تزعلوه، لا تاخذ صاحب الا بعد عطلي، بعد عطلي بعد سعلي تزعلي بطع الجواني المخبى كله، بطع المخبى في المطموره. قالوا له اي ما بيصير، الله ما بحبك الا تحب احبابه واولياء رسله. قال له اذا كان الحكايه بدها تتوصل اني الله ما بحبني الا حبه، لا ما بحب الله معه كمان. طلعت من تمه وانا بدي هاي، انا بدي هاي مو مشانه، انا معروف عندي لكن مشان اخواننا هناك، لانه بناتي مشهور بعمل عمل خير، بعمل بقرض وغني، بقرض وبسوي اعمال خير وعمال 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 وعمال. ايه وما بحب اولياء، ما بيمكن يموت، هذا خطر يموت على الاسلام، خطر في 199. اللي ما بحب الاولياء خطر والله بالمية مية، مو 99 في المية مية. ما بحب الاولياء ما بحب النبي، ما بحب النبي ما بحب الله. ما عجرف في شخص بزمانه كان لي رفيق في العلم ومن احسن الناس، هذا الرجل يبرك معي ولي، يروح على اهله يجيني صديق. انا اقعد ابكي اقول يا ربي ليش هيك، انا ما كنت ولد، ما اعرف ولد، صار لي قريب 40 سنه او اقل ما اعرف. يوم من الايام تركته عرضت عنه بالامور هناك، انا بدي الشريعه غير الشريعه ما بعرف، وبدي يكون واحد عالي مو عالي، هو الوقت ما بحبه من صغري ما بحبه. صار بعد بيني وبينه ودخل في الزعامه ودخل في الرئاسه، هو له قيمته في البلد. يوم من الايام بيجي واحد بخبرني قال لي عم قول هذا ما في اولياء ولا في كذا، كذبه في كذبه. ايش عم بتقول؟ قال ابدا. قال ولا في ولايه، ما في ولي ما عليه شيء، لكن ما في ولايه؟ اعوذ بالله، اللي بقول ما في ولايه قطعا بقول ما في نبوه، قطعا بقول ما في ربوبيه قطعا، لانه المرتبه واحده. ايش عم بتقولوا؟ قال ايه، قلت له هذاك فراح، هذا ما بقى لا في نبوه ولا في نوعيه. حتى عندنا واحد اسمه شاه احمد طبعسوس مشهور، هذا معروف من السهر، ولد منسوب هذا. قال ولا احمد طبعسوس كله كذبه في كذبه. انا شلون بدي اتوصل اليه؟ اشوف وبيني وبينه في بعد، صار زمان قضيه كثير. والله عملتها توصل، ما بعرف بقبلني ما بقبلني ما بعرف، لانه هو متزعم وعين القضايا مثل عرش المملكه. لكن بيني وبينه انا قبل كان في صداقه. والله رحت استاذنا، دخلنا اذن الرجل معي رجل، قعدنا واللي عامل مثل تختي هيك، لكن مملكه انا مو مملكه انا اجير خادم. ولا قال قوم حيله قول اهلا وسهلا، تفضل اقعد في هالمحل، وغيرك ما بقعد في هالمحل. انا انبسطت انسريت، قلت قابلني يعني اذا بتحكي كلام بيقعد عني، ما عم بعرف شو صاير. صفيان صار لي زمان. والله قعدنا حكينا كم كلمه، انبسط هو قلبه كثير طيب لا اله الا الله، لكن الصحبه دخلت عليه. انا ليش بخاف عليكم يا نساء اكثر؟ انتم قلبكم غالبا بصير طيب، غالبا بصير صدركم سليم. غالبا المراه خصوصا الفطريه تخمن كل ناس طيبين، ما بتعرف انك في عقارب في عمر 400 عام، ما بتعرف. انا هي من بعرفها من نفسي، انا كنت هيك تعلمتها من ذاتي من نفسي. لما شفته قبلني واخذ بكلامي المعقول وانبسط وطلع عن الخوطه وقعد هناك، قمت قال وقت له بدي اروح. قال صار لنا زمان مشتاقين، قلت له بجي هاي مرادي اجي واحد يحكي معه ويكون معي حدا. رحت بناتي بعد مده جيت، عرفت حالي اني مقبول عنده. جينا والله قعدنا في هالمرتبه وقعدت انا وياه. قلت له بلغني عنك قلت كذا وكذا، قال ايه كذبه لا في ولا كذبه في كذبه. قلت له انا ولي، بصير يقول لي مالك ولي. قلت له فلان ولي، بصير يقول لا ما صحيحه. قلت له يا فلان يا استاذ يعني كنت اعتقدك انت منهم، فاذا انت الان مالك ولي؟ سكت. امسكوا منهم ما بدي امسكوا منهم. شو بتقول؟ ما في ولاية؟ اذا ما في ولي اذا انت مالك ولي؟ ما قال. قول ما قال، قول ما قال. فهمت انه طرد يمسك ولايته وهو لا باس به، مريح ولا دعوه مريح. المقصد قلت له طيب اذا قلنا ولي ما في نبوه فيه،
قاصف فيكم ما فيه. أنا حاكم عليه قطعا كفر، لأنه طالما نفى المرتبة مو نفى الولي فلان، مو ولي، لا ما في ولاية نفاه، فهمت بدي أقول ما في نبوة. قلت له شو قولك في الربوبية؟ قال بجوز يكون فيه بجوز يكون ما فيه. من ثم لا أذني مو حدا عم بحكي اثنيناتنا واحد. قلت له لك أنت إمام؟ الإمام في مين عم بصلي؟ ولا مين عم بصلي؟ والمساكين وراك على دول لبنة بطني في مين؟ وأعطاني طريق وصرت النسب فيه. صغر صغر لما بيوصل الإمام. قطعا قصص الإمام. منعته عن صلاة الإمام. لأنه ما بطل يا إلهي يا في يا ما في. المقصد كل ما بدي أسأله شو يقول أنا ما علي بعد قال لا في قلنا نرجع للإمامية. فشاهدنا هون بنات القلب إذا كان مصير والله يا لا طبيعية بقولوا بالطبيعة. يخرب بيته. بريد أشتموا معي أنا. بتطلبهم تشتموا معي. ما في أقرب من الطبيعي إلى الله. وإنا نحن ما في عم منه الطبيعي. منقول له تعالى هون يا طبيعي. طبيعي معنى قوة بناتي. معنى طبيعي يعني قوة. نيجي نسأله يا أخي هالقوة هي اللي عم تقول عنا موجودة. عاقلة كاملة رشيدة اللي همج. الآن همج بكذب. الليل ليل ونهار نهار. والصيف صيف والشتاء شتاء. والشمس شمس والقمر قمر. والأرض أرض وكل شيء على ما نظام. معلوم وحسابات بالصيف شحد الدرجات وبالشتاء شحد الدرجات تمشي شيء محسوب ونقال لا عقلة كاملة رأيه لا هي اسمها الله انت سميتها طبيعة انا مسميها الله خلاص لا يمكن بده يؤمن بشيء لا يمكن أبدا أما الناس يا بناتي الآن والله ما تمع على البناتي مو ظلمة وصاحب الظلمة ما بشوف نفسه من باب أولى ما بشوف ربه من باب أولى ما بعرف غيره والسيء بسيء بالناس بناتي اذا كان صار احد وسخ بيظن كل الناس وسخين مثل حكايته والله ذاتي اصعب شيء في الوجود اذا كان اجتمع صادق وكذاب الصادق ايش من حكى الكذاب صدقه والكذاب ايش من حكى الصادق بكذبه كان لي رفيق في الطلب انا موجود انا اصدقه كنت انا على الفطره يحكي لي اصدقه قال لي يا شيخ محمد شو ما صدقني مو بتعرفني كذاب اقول له بلكي صدعت فيها ايش عرفني ما بمكن اللي عنده صفاء وعنده سريرة جميلة ما بتجاسر يكذب الناس ثم بعد المعرفة لا ينتظر شيء آخر عملك على أمر ابتداء الأمر فأسحوا بناتي الأولياء من اختارهم الله محمد صلى الله عليه وسلم اسمه المصطفى اسمه المجتبى من اصطفاه الله من اجتباه الله من الله الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها إذا بقى من نحن عقلنا من عند الله فهمنا من عند الله كل وجودنا من عند الله فطالما الله هو خالق المخلوقات هو بديع السماوات هو العالم العليم العلام هو الحكيم هو اختار محمد على كل مخلوقاته بل جعل المخلوقات كل منه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر منه خلقه من نوره خلق الملائكة وخلق الأنبياء وخلق العرش وخلق الفرش وخلق الوجود كله فإذا الله هو الاختار محمد اسمه المختار اسمه المجتبى اسمه المصطفى شون ما بنختاره شون ما بنحبه شون بنكن ما نحبه شون أهل الفضل بتعرف الفضل بناتي لا يعرف الفضل من الناس إلا دووه إلا كان وسع ما بيعرف أهل الفضل خمله بتحت يده وصغير لكن أهل الفضل بدركوا لا يعرف الفضل إلا الفضل لأسك أهل الفضل إذا وقع منهم أهل الفضل إذا وقع منهم خطيئة قوام برجع الرجوع عن الخطيئة فضيلة ليش؟ لأنه هم أهل الفضيلة من أهل النور من أهل الحياة لما بقع منهم خطيئة والخطيئة رزيلة وهن من أهل الفضيلة ما في نسبة بين الخطيئة يعني هي الرزيلة وبين الفضيلة ضدين ما في نسبة قال الرجوع عن الخطيئة فضيلة لأنه قصصا كل ابن آدم خطاء أول أمر بناتي بخطئ مرة ومرتين ومئتين وألفين كل ابن آدم خطاء لكن خير الخطائين خيرهم منه الرجاع التواب يعني خير الخطائين التوابون يعني الرجعون شو رجعوا بجاهم النوب أدركوا لا هذا غلط انت ليش كذبتي انت ليش خنتي انت ليش لعبتي فساد انت ليش عملتي شيء ما بنفع بنورة مو بنور غيرها نورة اجا لانه عم بتوب بترجع بتتطهر وبترجع بتتوسع ب
من إذا كان يتوسخ وترجع الحمام توسخ وترجع الحمام ده حتى يطهر ما يتوسخ. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تصلوا درجة مرة مرتين ومية ومئتين وألف ألفين حتى ما يقع منكم مخالفة. بتلاقوا المخالفة عيب. شلون أنا بكسب الشخصية الذات الكاملة اللي الله مدح على أطهرنا الإنسان في أحسن التقويم؟ شلون بتكذب؟ شلون بتنقل فساد؟ نحن الله أمرنا بالإصلاح مو بالإفساد. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما قال أفسدوا. بس شفنا وحدة عم تفسد نفهم ما هي مؤمنين. بنص القرآن القرآن عم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهي عم تفسد فمناها ما هي مؤمنة كذابة خائنة هشاشة. فهموا لك بناتي ولا لا يجيب لكم الكذابين. تشوفوها بالصوم وبالصلي. ايه اي ولية لك ولية ايش ولك اي ما هي ولية هي دجالة كذابة فسودية تحكي عن الناس تتكلم تغتال بتنم. لو كان اعمالها مقبولة عند الله كان حفظها لسانة كان حفظها بصرة. فهموا تكون محفوظ اللي اعمالها مقبولة بصره مقبول والله يعلم خائنة العيون. عم تصير في الرجال. في الرجال ليش؟ ايش اللي شغل في الرجال؟ مالك وين الرجال؟ انت لازم عندك شخصية معنوية. والله عم اقول والله يعلم خائنة الاعين. الخيانة عملتها ليش؟ نزلتي من تحت لتحت. حبيتيها مشان ايش؟ هالسرقة مشان ايش؟ هذه اسمها خيانة بناتي. ديروا بالكم مرة على مرة تتطهروا. بعد اذا واحد حالكم عملوا مخالفة وخذوا الدنيا والاخرة ما عنده استعداد. قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. صهيب كان رومي كان من الأرواح وأسلم ما كان عربي. هذا لما أسلم ودخل بإسلام اشتغل صار عنده تجارة مال كبير. لما الرسول هاجر اجا بده هاجر قالوا وقف انت جيتنا لبلادنا فقير. قالوا ايش تيجوا؟ قالوا بدنا المال كله انا اخذتهم بلادنا. قالوا اذا اعطيتكم المال تتركوني هاجر؟ قالوا ايه. اعطاهم كل ماله ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ معه ابدا. هذا الصادق هذا اللي قدم ماله. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفوا ايش سووا الصحابة؟ تركوا اهلهم تركوا اموالهم تركوا اولادهم تركوا الماكل الطيبة والملابس الجميلة والمساكن الحسنة ولحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقوا اليوم واليومين والثلاثة بدون طعام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله احتفظوا. هذا رئيس المنافقين عم في المدينة كان يقول لأصحابه لقرايبينه انتوا لا تنفقوا على أصحاب رسول الله. إذا ما انفقتوا عنه بجوعوا بنهزموا بروحوا. إيه لك خائن. ولكن أنت بتعرف تركوا أموالهم وأولادهم ومساكنهم الجميلة وملابسهم الجميلة ورجعوا ولحقوا الرسول مع الجوع. ما لحقين سلتات. ليش انتوا تعملون سلتات؟ عم بشوفهم بعينك اليوم واليومين والثلاثة حتى يوم جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيش. الجيش كله جهزه بجراب تمر. لحق لكن عشر أشخاص أو ثمانية تمرين ياخدها يمجها ويعطيه لرفيعه وياخذ جرعة ماء وماشي وساحة وصاب السيف. عم بهذا لولا يكون عنده المحبة لرسول الله والمحبة للإيمان والمحبة لأخوة المؤمنين ومحبة الله ما بحسن يمشي وما بقدر يمشي. ياخذ التمرة يمجها مجه هيك يعمل يعطيها لأخوه وياخذ جرعة ماء ويقول يلا ما يبالي بده ينفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي منين وصل إليها؟ وصل إليها من قلبه الطهر نفسه سكت عرف إنه ابن عشرة ما موت في التسعة. واللي بده يموت قتل ما موت عفراشه. واللي يموت عفراشه ما موت في القتل. هذا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما في محل أبدا بكل جسم والرأس والأجري كله ما بين طعنة رمح وضرب سيف. ولما مات مات على فراشه ما مات قتل. الوالد كل الوالد للجبان الخائف. لكن بده يقتل ولو كان في بروج مشيدة مخبى بالحصن بده يقتل. فهمتوا بناتي؟ فأنتوا بدكم الإيمان تؤمنوا بربكم تفهموا ربكم تؤمنوا بحق الإيمان إنه ربكم عظيم خالق محيي مميت قادر رازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
امرأة وكان من زوج لها زوج فقير. زوجة فقير بده يروح يشتغل، تركه وسافر، ما خلى له شيء. اجوا الخبيسات اللي حواليها، شو بتخليه يسافر؟ ما بتاخذي منه، ما بتقضي له، لازم تقضي له بيتك ما كذا. قالوا ايه، انا لما زوجته من حين ما زوجته بعرفه اكال، ما بعرف الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلصوا كلهم وسكتوا. منين اجى؟ من الامام. وذاك الرجل حينما كان الافر يحى الى الحجاز، الفات مؤلفة. قبل ما كان لا سيارة ولا طيارة، نحن المرأة الحجاز ما كان لا سيارة ولا طيارة، في الجمال، في الجمال، وهذول يا جمال يا دواب يا مشو، قافلة كبيرة. وقال رجل شاف القافلة كلها وقفت، سألوا ايش الخبر، ليش القافلة وقفت؟ قالوا له والله في أسد سبق، حتى من خوفنا منه وقفنا حتى يقطع ويروح. قالوا له اعطوني طريق، فتحوا له طريق، اجى على الاسد مسكوه من ابنه. قال له تلحق تلحق الطريق. هزم الاسد. قال له واحد يا استاذ انت ما خفت منه؟ قال له والله بستحي من الله يشوف بقلبي بخاف من غيره. هذا منين جيته؟ من الايمان. الكريم منين بيجي؟ من الايمان. الشجاعه منين بتجي؟ من الايمان. اللي بتكلم كلام الحق منين بيجي؟ من الايمان. ايمان الاصل ايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا، يا أيها الذين آمنوا بموسى آمنوا بمحمد، يا أيها الذين آمنوا بعيسى آمنوا بمحمد. الإيمان هو التصديق، قلبك بصدق. وهذا الإيمان مرتبته غيب، يؤمنون بالغيب. الإيمان مرتبته ما يشهود، لذلك نحن الإنسان نعفو من إيمانه، بس كان بأمن لأنه كل المطلوب منا غيب. الإيمان أن تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب، ورسوله غيب، والقضاء خيري وشري، وكله غيب في غيب. إذن في قلب طاهر، قلب سليم، عم بدرك الأمور على مية عليه. لو كان قلبه وسخ أو عم بيصاحب الوسخين، يكون عندكم ولد أو بنت فضاية، فضة الرباص أو ذهب أو جوهر نفيسة، بتحطوها بها المدرسة ما بتسألوا عنها. إيش حكى الأستاذ؟ حكى الآنسة. ما بيشوف روح يوم بيوم إلا صارت قذرة ووسخة. ليش؟ هالجوهرة، هالجوهرة تعبت زبل محل الزبل اللي كانت فيه، الأزهر محل الأزهر. لا يا أم، أنت يا مأوى، يا أم فأمه هاوية، مأواه هاوية. تسألي عن بنتك، هي بنتك تتعطل بتتعطلي أنت، تعرفي بنتك كل أعمالها مكتوبة بصحيفتك. إذا لازم تلاحظيها لما بتودعيها للباب وبتقيها من الباب. إيش حكيت معك الآنسة اليوم؟ إيش حكى الأستاذ معك اليوم؟ إيش عملت اليوم؟ ايش شفتي بعينك؟ اشوف طباعك مغيره. انت بنتي ما كنتي هيك، كنتي ادم من هيك، بعد يصير معك وقاحه يا بنتي. هي منين اجتها؟ من الجوار. الجار سمى الدار. بده يشتري دار، قبل كل شيء يجي الدار يشوف الجار، منو جاره؟ بده يسافر، بده يكون الرفيق قبل الطريق. يعني شفناه بعيننا، بس انقلابات كليه. فانت ابنك او بنتك لما بدها تروح تعلميها الأدب، تعلميها من صغرها وهي صغيرة. طبعاً عم بشوفك بتصلي، بتصلي البنت، بشوفك بتتوضي، بتتوضأ ولو كان صغيرة. تو بتحكي البنت ما بتعرف، ما عندها علم. أمي بتصلي، أمي بتتوضأ، أمي صادقة، أمي أمينة، أمي نزيهة، أمي ما بتغتاب، أمي ما بتلم، أمي ما بتفسد، أمي ما بتضرب على الدون واطي. البنت الصغيرة عم تقول البنت والولد عم بتعلمه من الأم، ماش من عمل الأم عمال ينطبع في قلب الولد، ولد ما عنده عقل يتحقق. فإذا أنتوا ولادكم عم تتفقدوان، اللي حيطين بين عينيكم الشهادة، قد بصير عنده شهادة بصير لوظيفة. قاتل الله الكفر، قاتل الله البعيدين عن الله، القاسي قلوبهم، الظالمين أنفسهم. لا تعرفي ساي معك، حكونا من زمان واحد في رجل قهواتي، يجير قهواتي، فقير فقير لدرجة نهائية. قال لي نحن بنحن عليه بنعطيه، هذا بقعد بالقهوة بشرب نفس، جيب له النفس، جيب له مي. قال اجا بنت من وجيه القهواتي، اجا البنت كبرت، قال له بدي احطها في المدرسة، لأنه انا امي لا بقرا ولا بكتب، بركي هالبنت بتطلع ريحة بتسترني بتستر كبرتي. كبرت البنت حطها في المدرسة، صارت معلمة، ما لنا طولة.
البنت لا تحب أبوها. الإبن تعلمت علامة الأوروبية المدنية. المدنية ما تحب أهل الدين. يخرب بيس انت، والله ما في خير إلا في الدين. لكن مو دين تعرف، الدين الحقيقي، دين الصدق والأمانة والنزاهة، دين العفة، دين الشجاعة، دين الكرم. قال لي يا أستاذ، قلت نعم. قال لي معاش ايش تسوي فيه؟ قلت له ايش تسوي فيه؟ قال لي ما تعطيني أبوها ولا قرش. قال لي بتركب في العربية بتدور تروح المعاش وما تعطي. ليش؟ هي مؤدبة. لو كان مؤدبة مهذبة لا تاخذ المعاش من هون. تقول له بابا خو انا ما بعرف، انت ربيتني من صغري والان بتربيني في كبر. لكن البابا اخذ عقله بدها تاخذ شهادة وتصير معلمة. ما اخذ عقله اني يسألوا لك عن مين؟ ايش سمعتي؟ ايش حكيتي؟ الوقاحة منين اجت؟ لا، كأنه الاب هو بسيطي حباب دنيا، هي مصيبته ذاتي. احكي لي حباب دنيا هو جمال. لا بناتي، الولد ولدكم، ولدكم سمرة فؤادكم. هذا الولد اعماله كلها بترتبط في اعمالكم، بتكتب في صحيفتكم كل الخيرات، واذا عملتي سيئات ما حاسبتيها على الصغيرة والكبيرة، ما ادبتيها، ما علمتيها. اول ما بتعلم الولد الصدق، لولو صدق وما بنقتل، وبالفعل لا تقتلوه حتى يصدق، حتى يصير عنده ملكة. سمع علموه على الصلاة، سمع علموه على الكرم. خود عطي لفلان، عطي لفلانة من قبل 5 سنين وست سنين واربع سنين وست سنين، عطي لفلانة ورقق قلبه على الفقراء. هذا كله سمرته إلك، إلك. هذا بده يجي، بده يكبر يعمل بما علمتيه بما أدبتيه. فهمي القرآن. إذا أنت ما فهمت القرآن اسأل المشايخ عن معنى الآية القرآنية، عن معنى الفاتحة الشريفة، عن معنى. أمس كنا في تركيا يقرأ القرآن من أحسن ما يكون. أسألهم ما فهموا ولا كلمة، لا فهموا عربي أبدا، لا فهموا. أعملهم مذاكرة، قلهم هيك في المدرسة، عندهم في المدرسة الأساسية والتلاميذ. إيش بدي أقول لك؟ إيش أبين لهم؟ روح الإسلام. شو بدي عربية وما عربية؟ أنا بدي إسلام. أبين لهم روح الإسلام والإنسانية في الإسلام. انبسطوا، انسروا. ايش بدي اقول لك؟ صاروا من احسن الناس. ليش؟ ما حدا عم بعلمهم، ما حدا عم بعرفهم، ما حدا فهموا حقيقة الدين. مو قضية صوم وصلي. لو بصوم وصلي ما بكون كذاب، ما بكون سراق، ما بكون خائن، ما بكون غشاش، ما بقعد مع الواطين. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. انت ذكرتيه بذكرك عند الملائكة. فلانة عبدتي صارت من اجمل واحسن الناس. هذه الصلاة. أما الله بطبط بطبط، وين كنت يا مهور؟ رحت عيني، وين كنت؟ مصلي. صلة بينه وبين ربه، ما في غير ربه. الله مطلع على قلبه. لذلك قلناكم إذا ردتوا أن يكون معكم خشوع في الصلاة، لا تدخلوا بالصلاة إلا قبل ما تقفوا، حين ما تكون قبل ما تكبوا الله أكبر، وقفوا مدار دقيقة. صوروا حالكم مرضتوا ومتوا وتغسلتوا وتكفنتوا ونزلوكم على القبر، وراحوا بعد ما خلصوا، راحوا امكم واكل وخلوكي وحدك في القبر مع الله، وهم يقول الله اكبر. ما تم لا ام ولا اب ولا زوج ولا اخ ولا ولد. راحوا على القتال التركي، دعوا بقى بدهم التركي. راحت مع السلامه على مين؟ على الام والاب اللي ما ادبوها، ما ربوها، ما علموها. رجعوا على التركي، تقاتلوا على التركي. ما في ادب، ما في اخلاق. لو كان مؤمنه ولك بناتي، والله ما في واحد بتعبي واحد من رزقه الا اذا واحد. بقول لهم لك اذا سقيتوني كاس شاي هذا رزقي، ها مو رزقكم. وانتم جابوا عندي الشاي، والله رزقكم هذا مو رزقي انا. ما لي عليكم انا شيء ابدا. لكن جرت عادة الله، لما الله بحب عبد بيجعله كريم، بيجعل رزق العباد يكون عن يده. ولكن مو رزقه ولا بتعملوا رزقه، والله ولا الله بحاجة رزقه. حكيناكم مره سيدنا سليمان الحق اعطاه، سخر له الجن، سخر له الريح، سخر له الاشياء البر والبحر. قال له يا ربي طالما تفضلت علي وسخر، انزل لي اطعم العالم الان. قال له يا عبدي لا، هي ما بتقدر عليها، هي ما بقدر عليها الا الرب. قال له سيدي مو من فضلك يا ربي، مو من فضلك، هذا من فضل ربي، القران هذا من فضل ربي. قال له ما الحق الرسول يبينه. قال له لكن يا سليمان كسر الصفره، ولكن بعطيك مسافة شهرين ثلاثة ولم في البر والبحر، يوم الموعد بالطعم يوم كسر الصفرة. قال له ارضي.
قام الله يوم الموعد بعد شرير مع عبا تلوه في البر والبحر. الله بعث له حيواني من البحر. قال له يا نبي الله. قال له نعم. قالت له بلاني اليوم رصي عندك. قال له ايه؟ قالت وينه؟ قال له منين تجي خذي شي كثير. راحت اكلت الجيمه وكلهم اولها يغروا. فتح باب اطلب باب سوريا، دخل من هون وطلع من هون. منو اللي بيشبع؟ ليش بسم الله الرحمن الرحيم؟ قبل ما تشربوا قبل ما تاكلوا قبل ما تناموا كلها مشان تستريحوا مشان تروح. رجعت ما تمشي. قالت يا نبي الله بلغني رزقي عندك اليوم. طلع راسه من الارض. ما بصير طلع لفوق. يا نبي الله قالت والذي ارسلك نبيا بالحق ما جعل منذ خلقني الله مسجون. تأدبوا بناتي تأدبوا. عرفوا لك منو اللي عم بيستركم؟ منو اللي عم بمشيكم بالطريق؟ منو اللي عم بيعطيكم العقل والفكر؟ منو عم بيعطيكم الان بتفكروا؟ انت كنت صغيره تدخلي تروحي بضرب الشريط من هون لهنيك وانت صغيره. شفتي هالشريط منو حطه؟ انا كنت صغير وهاك وهاك الزمان والمكان عم بطلع وعم بدخل. هالشريط النوراني اللي الان من هون لهناك من 50 سنه منو حطه؟ اللي حطني اللي وضعني من نطفه وجعلني انسان. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ كلكم مخلوقين لله سبحانه وتعالى. ليس لنا ولا لكم ليس لنا من الامر شيء. ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم المهتدين. دول الاشقياء. اما السعداء يجب الحقون وانك لا تهدي ليك لا تهدي للاشقياء. لكن السعيد هو الله اعطاه السعاده وبعثه لعنده. قال لك وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله. ليه حق اعطاه السعاده وجاك؟ هلا اللي ما بحكمني بنفسه ما بقدر. بحكمني بنفسه بقدر احكي معه وافهمه كل شيء. واللي ما بحكم نفسه بقول له ايه ليه كيف سير بما سير؟ لانه ما اعطاني اتحكم فيه. وهكذا كل المخلوقات. فبناتي بدها صدق بدها اخلاص بدها ايمان بدها صحبه صادقين. لازم يهمكم مو المعيشه. المعيشه ركضت ودخلت جوا. قال رجل سار الى الله انه الله عم يقول له رزقك مقسوم. قال ايه انا ما عندي شلون رزقي مقسوم؟ ماشي طريق رايح على بغداد مثلا. قال وما معه شيء ياكل ابدا. راح مشي عفاس شيء ما يشوف حدا بالطريق. قال هذا جاع اول يوم ثاني يوم طبق ثالث يوم وقف الارض. وقال قافله هي جايب الطريق. قالوا له في قطعين طريق انهزموا ورجعوا للطريق الموجود فيه هذاك الوقت شايلين سمنه وعسل. اجوا لقوا هالرجل نايم مريض. يا فلان ما يرد يا علان ما يرد. طلعوا قالوا لك هذا ضعيف من قله الاكل. خوكم ما يرد قصدهم شيء عن قصد تشوف نرزقه شلون مثل ما بقول مدد بكسر باب بدخل والله بكسر باب بلدي. معنى جريد معنى شو بدي اساوي؟ ما عم ياخذ هو ماسك. طالعوا وجابوا مفتاح حطوه بين اسنانه فتحوا اسنانه بالمفتاح وكتوا له سمنه ودبس. عاد قام قال امنت الرزق ياتي ويكسر الباب حقيقه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بس منو بدركها؟ بدركها الطاهر اللطيف المؤمن المصاحب الطيبين اللي عنده ايمان بالاولياء. مو اللي عم بيصاحب الكذابين الخائنين كذبوا خيانه وسرقه وزنا وقتلوا وغيبه ونميمه. ما بقى صحيح في الله؟ العين اللي بدها تشوف الله انطمست. مين عين عم بيشوف الله؟ مو عين البصر، عين البصيره. الله قال فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لك ايه تعي لعند الطبيب الروحاني تا يمسح لك عينك البصيره. بتشوفي مثل غيرك مثله. بتشوفي بتدركي حقيقتك وذاتك وربك وكل شيء بتدركي فيه. في اين عين؟ عين البصيره هي اللي بتدرك الغيب هي بتدرك المعاني. اما العين هذا اللي بيناه لكم الشيوعي الخبيث اني اراد يبين ما في اله لانه ما شاف العينين. هذا استاذ اجى على التلاميذ قال لهم يا اولادي. قالوا نعم استاذ. قال لهم هي الشيء. قالوا له ايد. قال له كلكم شايفين ايد؟ قال ايه شايفين ايد. قال اذا بقى في ايد. ايش هاد؟ راس. شايفين راس؟ ايه شايفين راس. قال اذا في راس.
قالوا نعم قولوا في إله. شايفين إله؟ قال لا. قال سمى في إله. واحد صغير أدرك الله بده يفهم، رفع إيده جابه حطه على عرندس جنبه، مسك إيد الأستاذ قال له الأستاذ عم بقول إلي إيد، شايفين إيد؟ قال إيه شايفين إيد. قال زي الأستاذ له إيد، حط إيده على رأس الأستاذ قال له الأستاذ عم بقول لي رأس، شايفين رأس؟ قال إيه شايفين رأس. قال الأستاذ إذن إيش الرأس؟ قال له الأستاذ عم بقول في براسي عقل، شايفين عقل؟ قالوا لي لا. قال الأستاذ ما براس عقل. أبو ذا الذي كمان فاتحة الذي وجد يكن عمرو ويشفي صدور قوم المسلمين ويعد ازواجاتكم رضا من ربكم يخدم الدنيا شراب مختلف في شفاء للناس والمنزل من القران فهو شفاء ورحمه للمؤمنين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني. لا طبيب هو الطبيب، قصده إيمان، إيمان صحيح هو المشفي الصحيح. وإذا مرضت فهو يشفيني. قل هو للذين آمنوا، هو غير المؤمنين، غير المؤمنين ما بيعرفوا، لأهل الإيمان أهل التصديق. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى القلوب والنور. أسأل الله العظيم رب العظيم. فاق الوقت يا خلي وطاب وعم بينا حقوق الولد على الوالدين أكثرنا من البيان لأن الأمور مبنية عليه على الولد. ولد وبعد كان بنت تصير أم البيت، كان ولد هو بتصير أبو البيت، هو بتصير التاجر، هو المزارع، هو الحاكم، هو القائد، هو المحافظ. ولد يا زلمة بنينا الأمور عليه وتبنينا فيه لأنه أساس كل شيء وركب كل شيء. الولد إن كان بنت يبدأ تطلع تصير أم البيت، يبدأ تصير مديرة المدرسة، معلمة المدرسة، هي المسؤولة. إن كان ذكر تطلع هو أبو البيت، هو التاجر، هو المزارع، هو الصانع، هو الحاكم، هو الكل. فإذا الأمور مبنية على أول قدم وهو صغير، مبني عليه إذا تخلق بصغره بطلع بكبره بعامل الناس بالمعاملة الإسلامية، بالمعاملة الحسنة. لكن الأدب بده يكون أدب إسلامي وأدب أوروبي، أدب عصري. معصورين هدول فرد عصرة، هدول ما عندهم، ما في ضمير داخل جوا. هدول بيراعوا الأوروبيين، بيراعوا القانون الظاهري، لأنه ما في باطن، ما في قلب جوا يدرك ذلك. لا، الإسلام بيعامل الضمير، نحن الضمير. الضمير موجود، هو خليفة الله في الإنسان. لأجل ذلك هلأ المرأة والرجل أنا لا أرضى تكون وحدة قاعدة هون تطلع من وجه ومن وراء وتفتش على الناس. إذا تزهم وتطلع من هنا لا تزعلنا. وإن محلنا محل أدب، معلم فقط، أدب مثل مجلس صلى الله عليه وسلم. كان كأن على رؤوسهم الطير. كل أصحاب صلى الله عليه وسلم كان لما يتكلم صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. شلون كان واحد على راسه طير ما بده يطير؟ ما بده راسه ولا بالتفت ولا بعمل اي حركة مثل الف. وهكذا انتم جايين حتى تستفيدوا وبدكم تفيدوا وتخلوا الافادة في اللسان. ما بتفيد شيء شفناه كثير، افادة بالحال بالحال بتفيدوا. اذا كنتم متخلقات خلقكم بسر الى القلوب حتى لقلب العدو شاءت او ابت القلوب. والطباع سراقة بناتي، تسرق الخير وتسرق الشر. فإذا لازم الأزاك الحق ندبنا وأمرنا أن نصاحب الصادقين، لأن الصادقين بحق شهدهم رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه في ضمير جوا. الله أخذ العهد من يوم قال ألست بربكم نفذت
مزوم في هذا العالم الدنيوي. أو الأقوياء لا يبالوا من أحد، لا من قريب ولا من غريب. عنده ضمير، عنده ضمير وعم بأمر الضمير. اسمع بحقل من عم بأمر الضمير عم بياخده بالقبول، من عم بنها عم بياخده بالقبول. فمن أراد أن يكون سعيدا فعليه أن يكون ضميره معه. ولا من فايدة بناتي، صمت كثير، صليت كثير، جيت على الدرس ولا بتقام من أرضه. زعلة من الزعلات بتزعلوا بتروحوا كل اللي عملتوه. لذلك كان في ضمير طاهر جوا هو بحاسب. إذا واحد أذاكم ما بتأذوه، إذا كانوا أذاكم هو بتشوفوه سيء، وسخ، قذر، جاهل، بعيد، ظلماني، كثير. لا، وأنا ما بتنازل، أنا أقول اللي حكيته هيك كثير بعيد. كان حكيت لكم مرة في العراق واحد أمير قال لي يا شيخي نحن هون إذا كان واحد بسموه حطري يعني بالبلد، كان واحد حطري عدى علينا أو سبنا ما نتنازل نسبه لأنه هذا حطري. إذن شهمة، شهامة في رجولة. وهيك أنا ما برضاكم إذا واحد حكيت عليك وتحكوا عليها. لا، وين الرجولة؟ وين الإنسانية اللي الله قال لقد خلقنا الإنسان في عشان تعويم بناتي؟ ما عندكم، ما عندكم عقل تدركوا به وتميزوا وتزينوا. هالشخص اللي عم بيأذيكم بيعمل معكم الشيء سيء، وبتعوا شيء بشع. شو بتعملوا مثله؟ ما عم بفهم شلون. انتوا عم بتلاقوا شيء بشع قذر، شو بتعطوه اكثر من جنسه؟ هذا ما في عقل ابدا. لا، نحن عنا انسانية، انسانية فوق الملائكة، فوق الوجود. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، مو في تقويم الحسن، احسن تقويم. اذا واحد اذاكم، سبكم، حكى عليكم، لا تتنازلوا تسبوه، تحكوا عليه، او تعطوا اذنكم للكلام الواضح. من كم سنة كنت في الشام وكان دكتور والان موجود، والدكتور يعني له قيمته. قام عم تحكي لي حكاية صح في هذا الصوت. قلت له ما كنت اظنك انت لهالدرجة واطي. شلون بتعير ابنك تسمع هيك كلام؟ شلون بتقبل لسانك يدير هيك كلام؟ عاد خلص ونحن معقول عنده ضيوف في البيت. ما تكلم، طينا سهرنا وظننا وما عاد فتح دمه ابدا. قلت له وين شخصيتك؟ حتى ابنك تحكي لك كلام واطي؟ او لسانك شلون بتسمح له يتكلم كلام الواطي؟ الانسان لما بيجي بده يخبرني بكلام الواطي تبين هو واطي، وما كان واطي ما نقل الواطي. فهمتوا بناتي؟ لا، وين الشخصية الإنسانية؟ أنا عم بعلمكم الآداب اللي بتفرح عليكم الملائكة بالسماء. إذا واحد حكى عليكم لا تحكوا عليه. أم المعلمات إذا ولد عمل بطاله برا، بس شفتوا صار الطفل يعمل بطاله برا. شفتوا بناتي؟ الميزان عندنا لا عند غيرنا. واحد عاملنا بمعامله سيئه، شو من عم نقابله بالسيء مثل حكايته؟ ونحن لقينا شيء بشع، بشع ما بيز كثير، ظلماني. شو من عامل، شو من نتنازل، شو من نرضى على حالنا نعامله؟ كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن اساء اليه. بينا لكم هذاك الدرس. سيدنا محمد ابن الحنفيه يعني ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لكن امه ما سيدنا فاطمه، امه الحنفيه. لكن كان شخصيا من الشخصيات البارزة، وكان أمير حقا، وكان كبير حقا. يوم من الأيام خادمه عبد الرقيق عم صب له فمه لك بناتي لك تعلموا، عم صب له على إيديه، وقع من إيده الإناء اللي عم صب فيه، وقع بالأرض انكسر، والأرض كانت أرض حمراء، تراب أحمر. هذا اللي انكسر المي طرشته، لأن الأمير لمحمد عرفية سيدنا علي صار ثيابه من تحكيه بيه صار كل الحمر. غضب يقول له عبده وكاظمين الغاز، ذكروا بالعيل القرآني. قال له كذب، قال له العافين عن الناس، قال له عفيت، قال له الله حب المحسنين، قال له انت عطيه وجه الله. ما اجمل هذا، مو لازم نقلد هيك واحد. ما نقلد الواطي لك بناتي، والله ما بقلد الواطي الا الواطي. العالم ما بتنازلوا، ما بتنازلوا للواطي، وقلد الواطي ما بقدروا، ما عندهم امكانيات. وابنهم انا بقيت سنين هون ما اريد اسمع اذا كان واحد يحكي مع واحد كلام ما بينفع.
لأنه يجي يضرب لي القلب وأنا ماشي بالطريق رايح على البيت مثلا، واحد يحكي مع واحد كلام مويز يضرب في قلبي، لأنه أنا هون قاعد لا عم بجتمع لا عم بسمع. لو إجي عم تعالى مربوطين بالميزان، ما حدا بيتكلم، ما حدا بقدر يتكلم كلمة واحدة ما هي صحيحة، كله موزون. إلا شلون بدي أروح على البيت وأجي؟ ما أقدر أشوف بعيني، لا أقدر أسمع بإذني، إذني محفوظة، بصري محفوظ، قلبي محفوظ، كلي محفوظ. لما واحد يحكي مع واحد بالطريق كأن الصواب جاي علي أنا. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شيك أحدكم بشوكة حسست بألمها. هكذا يصير معك. إذا واحد قاتل واحد كأنه قاتل بشيء. إذا واحد أزعج واحد أغرب من هيك. إذا كان هلا إلى يومنا هذا واحد زعجني مثلا، واحد من إخواننا أراد يرادد عني، ما بقبل إخواننا، ما بريدوا يأذيني هناك بالأذاني، ما بحب ولا برضى الإزاي. أذاني يعرف حاله هو، هو مأذي، أنا ما برضى أكون مأذي. أساء إلي ما برضى حالي أكون المسيء، ما برضى أبدا. وهي هيك أنتوا تعودوا تعلموا حتى تفهموا كلام الله، حتى تفهموا القرآن ما هو القرآن. إجا لعندي من كم يومين ثلاثة واحد له قيمته كبير، عم ببين له كنا هيك عم نحكي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك يا للغريب يا للغريب، الناس بتصلوا على النبي وبدهم اجره من الله، ليش بصلي على النبي؟ لازم بده يعطيه ثواب. قلنا له هذا ايش عنده بطان؟ انا بدي يجب علي اشكر الله، جعلني ترضاني اكون اشكر محمد صلى الله عليه وسلم، اصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بده شكر وبده حق. رضيني رضيني اكون اصلي على حبيبه الاعظم. قال لي يا شيخ، قلت له قال انا ما بسمع كلام الا منك هيك كلام. قلت له الله قال: واتقوا الله وعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الانسان اذا حاسب نفسه بناتي الحق بتولاه، تولى شؤونه، تولى ادبه. وهكذا انا برضاكم اللي بده يجي على الدرس يتخلق لك بناتي، والله بصير ست في الدنيا وفي البرزخ والاخره وعند الله وعند عبد الله. بناتي الاديب محبوب عند كل المذاهب، عند كل العالم اجمع. المراه او الرجل لازم كلامه موجود، لا يتكلم كلام يؤذي حدا ولو اذوه. اذا كان بده يؤذي قلت ما اذوه صار من كحكايتهم، هن اذوه واذوه صار ما بقى له فضل. لكن بأذيكي انت ما بتاذيه، بسيء اليك انت بتحسني اليه، ما اجملك ما احسنك انت، والله داني على دين الاسلام. هدول المسلمين هدول عم دين الاسلام، لكن ما هو هيك الاسلام يا ناس. الاسلام عزيز عزيز، الاسلام عظيم عظيم، عظمة، أخلاق، مجد، كرم، فهم، تحقيق، هذا الإسلام. مين وصل إليه؟ اللي بحاسب نفسه. لم بحاسب نفسه حتى يتخلق بالإسلام. وليك إذا قرأ أمام القرآن ولو كانت أمية، لا بتقرأ ولا بتكتب، تفهم معنى الآية. تفهم كارليس صار نسبي بين قلبه وبين القرآن. الله قال لا يمسه إلا المطهرون. لا يمس القرآن مو بس المصحف، لا يمس معناه، فهمه إلا المطهر جوا. وكل واحد سيء كذاب خائن فسودية إيه تغتاب. والله ربك يا جماعة إيجك تحط اللي هي وتقيم عصاي ما بتنزل إلا تكون قلبا جوا طاهر. جرد ناس مع الآية القرآنية الله فهمي، وين عود بل لازم كل يوم تقعدوا قبل الفجر وتبكوا تئنوا إلى الله وتحنوا إلى الله وتطلبوا من الله. يا سيدي ما في الا بالنهار، في عندكم فهم، في عندكم ذوق، يصير عندكم محبة في القلوب. يجب كل فرد يوميا يقعد ولو قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، يصلي له ولو ركعتين ويبكي ويدخل على الله، يقول لا حول ولا قوة الا بالله، ويقول افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة، لا حول، ما بنقدر نترك المعصية الا بحول الله، ولا نعمل الطاعة إلا بقوة الله. لا حول. لما نزل سيدنا آدم عليه السلام كانت الملائكة هي عم تطوف حوالي الكعبة، كان الملائكة تطوفها، ما في بشر، ما كان في بشر لسا. لما نزل سيدنا آدم كان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زاد عليهم سيدنا آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أجمل وأكمل، هذه روح الإنسان. إذا كان الإنسان أعلى يعترف تبرع من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله، وهذا الصحيح.
فاللي بيتخلع بيه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأموره كلها لها ملائكة تمشي بها وتدبرها كل أموره. إذا قال لا حول ولا قوة لا لحول ولا قوة حول، بحول الله يحول عن المعاصي وبقوة الله إلى الطاعات. هكذا الإنسان. لك بناتي أنتوا جايين مشان تنبسطوا تنسروا، ما ممكن إلا طريق النفس تزكوها. عمل كل شيء النفس، تزكوا نفسكم، تطهر، تفهموا الحقوق اللي لكم واللي عليكم، تفهموا حقوق مو بس لأولادكم، مو بس لزوجكم، مو بس أمكم، والجيران والفقراء والمساكين والصغار والكبار والطريق. طريق له عليكم الحقوق. مشيتوا ولا لقيت عزازة؟ شيل لي عزازة من أجل حد يطلع يجي أعمى، يجي دبة، يجي كذا. شفتي مخاطة صفرة زرقاء شرابين دخان توسية تركية بإجرك وصف الجبسة كذا، هذاك الحقوق. منو بتركوا أهل النور والمال نور؟ بيجي بيمشي من جنبه بتركيا. لا، بصرك هذا الله طاك عليه وشفته، وهي بتأذي غيرك. مو كل الناس عنده اللطافة بتحكيتك، بتأذي غيرك كده أو الفعل عزيزي أو ما شبه ذلك بمقدار يعني. طبعا الحرمة ما بتكون حوامة، الحرمة ما بتطلع من بيتها إلا بمقدار الضرورة، لأنه هي الراعية، هي راعية البيت. قولوا فلانة راعية البيت، إلا العرب فلانة راعية البيت، وصحيح راعية بيتها وحتى راعية زوجها كمان. زوجها هي بدها تهزه بآدابها، راعية أولادها الصغار هي عم تهزبهم، الخدم اللي عندها اللي عم تهزبهم. فأما إذا كانت طلعت فلتانة حوامة اللي بتحوم ولادها بالحق وبحومه، والخادمة كمان شو بدها الخادمة؟ لا، الحرمة راعية البيت ما بتطلع من البيت أبدا. إذا ما طلع البيت ابنها ما بطلع، الخادمة ما بتطلع، ما بيجي براني، ما بدخل سارق، ما بدخل. يعرفوها في بيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الحاكم راعي، والرجل راعي على زوجته، والمرأة راعية على زوجها وعلى الأولاد وعلى الخدم وعلى البيت وعلى العموم، والكل بترجع للمرأة للأم. الأم هي الأم، هي المأوى، هي المرجع، هي اللي عم تهذب بأخلاقها. وأنا صمت كتير، صليت كتير، كمكمة يعني، شفناه كتيرين صوموا كتير وصلوا كتير وعملوا ما حسنة. لا، العمل ما دخل جوا، لا العمل ما طلع من جوا، العمل ما بيجي من برا بدخل جوا، العمل بيطلع من جوا لبرا. الله قال باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. برا ما في، ما رأينا لا علم ولا عمل ولا معرفة ولا محبة ولا عشق، إلا كل جبه في القلب. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات كل ما طوي جوا هذا الإنسان. الإنسان اسمه جمع اليكون، تعرفوا بالكتابة. خانة الأولى الملائكة، خانة الثانية الجن، خانة السادسة الإنسان الحيواني، خانة الرابعة الحيوان، خامسة السادسة النبات الجماد. بالنجمة هو الإنسان الكامل، هذا اللي قال عنه الحق: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. دليل: ما بيقابل السيئة بالسيئة. أي بابا ما أجمله، ما أحسنه هذا سيد محمد الحنفية لما غضب عباطين أحمر وعبده رقيقه غضب، قال له الكاظمين الغيظ، قال له كظم رجع، ذكروا ذكروا رجع، قال له والعافين عن الناس، قال له عافيت، قال له والله محمسين، قال له انت عتيقي وجه الله. ما اجملنا، ما كلياتنا بنريد حالنا نكون ذاك الشخص. لكن هلا انتوا لك بناتي لما وحده بتحكي عليكم وبتحكوا وبتحكوا بتردوا لها بتصير بسهوله، ما بتندموا؟ ما بيمكن لك تندموا لانه مؤمنين انتوا، الايمان عنده ضمير. خي ليش ما سكت انا؟ لا يمكن لازم اصبر لدقيقتين ثلاثه. اما واحد يعمل اشياء وما يندم يكون ما هو انساني، ما بيمكن، ما بيمكن. الجدع، كل الجدع اللي ما بعمل عمل يندم، يندم عليه. لا، طالما بدي اندم لا ما بعمل عمل اندم فيه. اذا لازم اكون انا عندي قوه، عندي هيمنه، عندي هيمنه على نفسي، لانه الوجود كله قائم على النفس. بنادي قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس بناتي كلهم، كل اهتمامكم وكل قوتكم ما أعطاكم الله قوة، شغلوها بالنفس مو العقل، لا ولا القلب ولا الروح ولا 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 الجسم، نفسكم. لما نفسكم تتطهر عقلكم بكبر، روحكم تتثقب،
جسمكم منظف، بصير نظيف لطيف، تفهموا الاسلام، تفهموا الحقوق اللي لكم من عليكم. ما بدهم فقيره تيجي تتدخل عليكي، انت بتبعد عليها بتعطيه. انت في نور هناك، نور فياض عم بطلع من جوا. فلانه صار لها يومين ما اكلي، ما بتحسي تاكلي الا تبعتي تعطيه. ما بامكانك، ما بضاعتك بباش انه مو نفسك انسكت، صار عندك النور، صرتي تدركي الك وعليكي. اذا ما وصلتوا لهالدرجه ايش بتفيدوا؟ واذا صمتوا كثير، صليتوا كثير، كمكمه صوموا كثير، بتزعلوا زعله، بتروحوا كل الصوم وكل الصلاه، بتحكوا كلمه كفريه، بتحبسوا. في واحد في العراق وهابي وتاجر وبعمل اعمال، مشهور في الاعمال، هو عراقي، لكن ماشي ممشي. يعني ايش معنى وهابي؟ يعني ما بحترم الاولياء. اي معناها؟ ما بحترم الرسول صلى الله عليه وسلم كل الاحترام، ولا بحترم. هذا معنى وهابي. مو وهابي معنى كافر؟ لا، ما هو كافر، لكن ما في قلبه وسخ قزر، ما عرف قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قيمة الأولياء اللي هن. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهن رحمة الله، يختص برحمته من يشاء. ما عنده هذاك القلب الطيب النيّر النوراني الحساس اللطيف، إنه الرسول وقيمته وعظمته. الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هلا في بعض ناس بناتي بيشوفوا رجال أو نساء صالحات وبصوم صموا، لكن قلبهم جاف، حتى عينيهم الدمعة ما بتنزل، قلب قاسي نعوذ بالله، أكثر ما عندهم احترام للأولياء. فهذا الرجل بحكوا لي عليه من سنين، واجتمعت معه من سنتين، من مدة أشهر إجا على بلد من البلاد، كان أخواننا معه، إن أخواني هيك أهل العلم وأهل صلاح وأهل ولاية. قالوا له: يا عزير، ليش ما بتروح بتزور سيدنا عبد القادر الجيلاني، بتزور سيد أحمد؟ قال له: لا، أنا والله ما بحط فرنك عليهم، ولا دول ما يسوى عندي هدول شيء، أشوفهم بالدجلة بالفراولة أروح. أنا مرادي يصلوا معه أكثر من حتى يطالع الجواني. قال: الإنسان ما بنعرف الجوات إلا بعد ما تزعلوه، لا تأخذ صاحب إلا بعد عطلي، بعد عطلي بعد سعلة تزعلي بطلع الجواني المخبى، كله بطلع المخبى في المطمورة. قالوا له: اي ما بيصير، الله ما بحبك الا تحب احبابه واولياء رسله. قال له: اسكان الحكايه بدها تتوصل اني الله ما بحبني الا حبه؟ لا، ما بحب الله معه كمان. طلعت من تمه، وانا بدي هاي، انا بدي هاي مو مشانه، انا معروف عندي، لكن مشان اخواننا هناك، لانه بناتي مشهور بعمل عمل خير، بعمل بقرض وغني، وبقرض وبسوي اعمال خير وعمال 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 وعمال، ايه، وما بحب اولياء. ما بيمكن يموت، هذا خطر، يموت على الإسلام، خطر في 199. اللي ما بحب الأولياء خطر والله بالمية مية، مو 99، في 100 100. ما بحب الأولياء، ما بحب النبي، ما بحب النبي، ما بحب الله. ما عجرد في شخص بزمانه كان إلي رفيق في العلم ومن أحسن الناس، هذا الرجل يبرك معي ولي، يروح على أهله يجيني صديق، أنا أقعد أبكي، أقول: يا ربي ليش هيك؟ أنا ما كنت ولد، ما أعرف ولد، صار لي قريب 40 سنة أو أقل، ما أعرف. يوم من الأيام تركته، عرضت عنه بالأمور هناك، أنا بدي الشريعة، غير الشريعة ما بعرف، وبدي يكون واحد عالي، أموره عالي، هو الوطي ما بحبه، من صغري ما بحبه. صار بعد بيني وبينه، ودخل في الزعامة ودخل في الرئاسة، هو له قيمته في البلد. يوم من الأيام بيجي واحد بخبرني، قال لي: عم بقول هذا ما في أولياء ولا في كذا، كذبة في كذبة. إيش عم بتقول؟ قال: أبدا. قال: ولا في ولاية، ما في ولي ما عليه شيء، لكن ما في ولاية، أعوذ بالله، اللي بقول ما في ولاية قطعا بقول ما في نبوة، قطعا بقول ما في ربوبية، قطعا، لأنه المرتبة واحدة. إيش عم بتقولوا؟ قال: إيه، قلت له: هذا كفراح، هذا ما بقى لا في نبوة ولا في إلهية. حتى عندنا واحد اسمه شيخ أحمد طبعسوس، مشهور، هذا معروف من السهر، ولد مدسوب هذا. قال: ولا احمد طبعصوص، كله كذبه في كذبه. انا شلون بدي اتوصل اليه؟ اشوف، وبيني وبينه في بعد، صار لي زمان قضيه كثير. والله عم اسال، ما بعرف بقبلني ما بقبلني، ما بعرف، لانه هو متزعم وعين القضايا مثل عرش المملكه. لكن بيني وبينه انا قبل كان في صداقه. والله رحت استاذنا، دخلنا، أزلنا الرجل معي، رجل قعدنا، ولا عامل مثل تختي هيك، لكن مملكة، أنا مو مملكة، أنا أجير خادم. ولا قال: قوم حيله،
قول اهلا وسهلا، تفضل اقعد في المحل، وغيرك ما بقعد في المحل. انا انبسطت انسريت، قلت اظني يعني صرت احكي كلام ياخد عني، ما عم بعرف شو صاير. صفيان صار لي زمان والله قعدنا حكينا كم كلمه، انبسط هو قلبه كثير طيب لا اله الا الله، لكن الصحبه دخلت عليه. انا ليش بخاف عليكم يا نساء اكثر؟ انتم قلبكم غالب وصير طيب، غالب صير صدركم سليم. غالبا المرأة خصوصا الفطرية تخمن كل الناس طبيعي، ما بتعرف انك في عقارب في 400 عائلة، ما بتعرف. انا هي من بعرفها من نفسي، انا كنت هيك تعلمتها من ذاتي من نفسي. لما شفت ابني واحد بكلامي المعقول وانبسط وطلع عن الخوطة وقعد هناك، قمت قال له بدي اروح، قال صرنا زمان مشتاقين. قلت له بجي هاي مرادي اجي واحد يحكي معه بكون معي حدا. رحت بناتي بعد مدة جيت عرفت حالي اني مقبول عندهم. جينا والله قعدنا في هالمرتبة وقعدت انا وياه. قلت له بلغني عنك، قلت كذا وكذا، قال ايه كذبة لا في ولكن كذبة في كذبة. قلت له انا ولي، بصير يقول لي مالك ولي. قلت له فلان ولي، بصير يقول لا ما صحيحة. قلت له يا فلان يا استاذ يعني كنت اعتقدك انت منهم، فاذا انت الان مالك ولي. سكت. بدي امسكه من هون، ما بدي امسكه من هون. شو بتقول؟ ما في ولاية؟ إذا ما في ولي، إذا أنت مالك ولي؟ ما قال. قول ما قال، قول ما قال. فهمت إنه اضطر يمسك ولايته. وهو لا بأس به، منيح ولادنا منيح. المقصد قلت له طيب إذا قلنا ولي ما في، نبوة فيه؟ آه سيكون فيه يكون ما فيه. أنا حاكم عليه قطعا كفر. لأنه طالما نفى المرتبة مو نفى الولي فلان، مو ولي، لا ما في ولاية، فهمت بدي أقول ما في نبوة. قلت له شو قولك في الربوبية؟ قال بجوز يكون فيه بجوز يكون ما فيه. من ثم لا أذني مو حدا عم بحكي اثنيناتنا واحد. قلت له لك أنت إمام؟ الإمام في مين عم بصلي؟ ولا من عم بصلي؟ والمساكين وراك على دول لبن هدول قاتلين في مين؟ وأعطاني طريق وصرت النسب فيه. صغر صغر ممنوع صلي امام. طبعا قصص الامام منعت عن صلاه الامام لانه ما بطل يا الهي يا في يا ما في. المقصد كل بدي اساله شو يقول انا ما عليه بعد، قال لا في. قلنا رجع للامانيه. فشاهدنا هون بنات القلب سكنه مسير والله يا الله الطبيعيه، بقول الطبيعه يخرب بيته ما يشتموا معي، انا بتطلبهم تشتموا معي. ما في اقرب من الطبيعي الى الله، وإنا نحن ما في أقرب منه الطبيعي. بنقول له تعال هون يا طبيعي. طبيعة معنى قوة بناتي، معنى طبيعي يعني قوة. نيجي نسأله يا أخي هالقوة هي اللي عم تقول عنا موجودة، عاقلة كاملة رشيدة اللي همج؟ قال همج بكذب. الليل ليل ونهار نهار، والصيف صيف والشتاء شتاء، والشمس شمس والقمر قمر، والأرض أرض، وكل شيء على ما نظام معلوم وحسابات. بالصيف قد الدرجات وبالشتاء قد الدرجات تمشي، شيء محسوب. ونقال له عقله كامله رايح له هي اسمها الله، انت سميتها طبيعه انا مسميها الله. خلاص لا يمكن بده يؤمن بشيء، لا يمكن ابدا. اما الناس يا بناتي الان والله ما تمع على بناتي، مو ظلمه. وصاحب الظلمه ما بشوف نفسه، من باب اولى ما بشوف ربه، من باب اولى ما بعرف غيره. والسيء بشيء بالناس بناتي، إذا كان صار أحد وسخ بيظن كل الناس وسخين من تحكيته. هذا ذاتي أصعب شيء في الوجود إذا كان اجتمع صادق وكذاب. الصادق إيش من حكى الكذاب صدقه، والكذاب إيش من حكى الصادق بكذبه. كان إلي رفيق في الطلب أنا موجود، أنا أصدقه، كنت أنا على الفطرة يحكي لي أصدقه. قال لي يا شيخ محمد شو عم تصدقني مو بتعرفني كذاب؟ أقول له بلكي صدقت فيها إيش عرفني. ما بمكن اللي عنده صفاء وعنده سريرة جميلة ما بتجاسر يكذب الناس. ثم بعد المعرفة لا ينطق شيء آخر، عملك على الأول ابتداء الأول. فأسحوا بناتي الأولياء، من اختارهم؟ الله. محمد صلى الله عليه وسلم اسمه المصطفى، اسمه المجتبى. من اصطفاه؟ الله. من اجتباه؟ الله. من الله؟ الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها. إذا بقى من نحن؟ عقلنا من عند الله، فهمنا من عند الله، كل وجودنا من عند الله. فطالما الله هو خالق المخلوقات، هو بديع السماوات، هو العالم العليم العلام، هو الحكيم، هو اختار محمد على كل مخلوقاته،
بل جعل المخلوقات كلها منه. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، منه خلقه، من نوره خلق الملائكة وخلق الأنبياء وخلق العرش وخلق الفرش وخلق الوجود كله. فإذا الله هو الاختار محمد، اسم المختار، اسم المجتبى، اسم المصطفى. شلون ما بنختاره؟ شلون ما بنحبه؟ شلون بنكمل نحبه؟ شلون أهل الفضل بتعرف الفضل بناتي؟ لا يعرف الفضل من الناس إلا دووه. الأسكالوسي ما بيعرف أهل الفضل، خمله بتحكيته وصغير، لكن أهل الفضل بدركوا. لا يعرف الفضل إلا الفضل. لازم أهل الفضل إذا وقع منهم، أهل الفضل إذا وقع منهم خطيئة، قوام برجع الرجوع عن الخطيئة فضيلة. ليش؟ لأنه هن أهل الفضيلة، من أهل النور، من أهل الحياة. لما بقع منهم خطيئة والخطيئة رزيلة وهن من أهل الفضيلة، ما في نسبة بين الخطيئة يعني هي الرزيلة وبين الفضيلة ضدين. ما في نسبة. قال الرجوع عن الخطيئة فضيلة، لأنه قصصا كل ابن آدم خطاء. أول أمر بناتي بخطئ مرة ومرتين ومئتين وألفين، كل ابن آدم خطاء. لكن خير الخطائين خيرهم منه الرجاع، التواب يعني. خير الخطائين التوابون يعني الرجعون. شو رجعوا؟ رجعوا منه أدركوا لا هذا غلط. أنت ليش كذبتي؟ أنت ليش خنتي؟ أنت ليش نعطي فساد؟ أنت ليش عملتي شيء ما بنفع؟ بنورة مو بنور غيرها، نورة إجا. لأنه عم بتوب بترجع بتتطهر وبترجع بتتوسخ. بنت إذا كان يتوسخ وترجع الحمام، توسخ وزي الحمام لا، حتى يتطهر ما يتوسخ. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تصلوا درجة مرة مرتين ومية ومئتين وألف ألفين حتى ما يقع منكم مخالفة. بتلاقوا المخالفة عين. شلون أنا بكسب هالشخصية الذات الكاملة اللي الله مدح خلقنا الإنسان في أحسن التقويم؟ شلون بتكذب؟ شلون بتنقل فساد؟ نحن الله أمرنا بالإصلاح مو بالإفساد. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما قال أفسدوا، بس شفنا وحدة عم تفسد نفهم ما هي مؤمنين. بنص القرآن، القرآن عم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهي عم تفسد فهمناها ما هي مؤمنة. كذابي خائني هالشاشة. فهموا لك بناتي، ولا لا يجيب لكم الكذابين. تشوفوها بالصوم وبالصلي. ايه اي ولية. لك ولية ايش؟ ولك اي ما هي ولية اي؟ دجالة كذابة فسودية تحكي عن الناس، تتكلم تغتال بتنم. لو كان اعمالها مقبولة عند الله كان حفظ لسانها، كان حفظ بصرها. فهموا تكون محفوظ. اللي اعماله مقبوله بصره مقبول والله يعلم خائنة العيون. عم تصف الرجال، في الرجال ليش؟ ايش اللي شغل في الرجال؟ مالك وين الرجال؟ انت لازم عندك شخصيه معنويه. والله عم اقول والله يعلم خائنة العيون. الخيانه عملتها ليش؟ نصبتني تحت تحت، خبيتها مشان ايش؟ هالسرقه مشان ايش؟ هذه اسمها خيانه بناتي. ديروا بالكم مره على مره تتطهروا. بعد إذا واحد حالكم عملوا مخالفة وخدوا الدنيا والآخرة ما عنده استعداد. قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. صهيب كان رومي، كان من الأروام وأسلم، ما كان عربي. هذا لما أسلم ودخل في الإسلام اشتغل، صار عنده تجارة، مال كبير. لما الرسول هاجر إجا بده هاجر، قالوا وقف، أنت جيت لبلادنا فقير. قالوا إيش تيجوا؟ قالوا بدنا المال كله، أنا أخذتهم بلادنا. قالوا إذا أعطيتكم المال تتركوني هاجر؟ قالوا إيه. أعطاهم كل ماله ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ معه أبدا. هذا الصادق، هذا اللي قدم ماله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفوا إيش سووا الصحابة؟ تركوا أهلهم، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا المآكل الطيبة والملابس الجميلة والمساكن الحسنة، ولحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقوا اليوم واليومين وثلاثة بدون طعام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى فضوا. هذا رئيس المنافقين عم في المدينة كان يقول لأصحابه لقرايبينه انتوا لا تنفقوا على أصحاب رسول الله، إذا ما انفقتوا على بجوعه بنهزموا بروحه. إيه لك خائن، ولكن أنت بتعرف تركوا أموالهم وأولادهم ومساكنهم الجميلة وما
ملابسهم الجميلة ورجوهم ونحو الرسول مع الجوع. ما نحن سلتان ليش انتو تعملون سلتان؟ عم بشوفهم بعينك اليوم واليومين والثلاثة حتى يوم جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيش. الجيش كله جهزه بجراب تمر لحق لكل 10 أشخاص أو 8 تمرين ياخدها يمجها ويعطيه لرفيعه وياخد جرعة ماء وماشي وساحة وصاب السيف. عم بهذا لولا يكون عنده المحبة لرسول الله والمحبة للإيمان والمحبة لأخوته المؤمنين والمحبة لله ما بحسن يمشي وما بقدر يمشي. ياخد التمرة يمجها مج هيك يعمل يعطيه لأخوه وياخد جرعة ماء ويقول يا الله ما يبالي بده ينفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي منين وصل إليها؟ وصل من قلبه الطهر نفسه السكت عرف إنه ابن 10 ما موت بالتسعة. اللي بده واللي بده يموت قتل ما موت على فراشه، واللي يموت على فراشه ما موت في القتل. هذا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما في محل ابدا بكل جسم والراس والاجري، كله ما بين طعنه رمح وضرب سيف. ولما مات مات على فراشه ما مات قتل. الوالد كل الوالد للجبان الخائف، لكن بده يقتل ولو كان في بروج مشيده مخبى بالحصن بده يقتل. انتوا بنات بقى انتوا بدكم الايمان، تؤمنوا بربكم، تفهموا ربكم، تؤمنوا بحق الايمان انه ربكم عظيم خالق محيي مميت قادر رازق. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. امرأة وكان من زوجة لها زوج فقير، زوجة فقير بده يروح يشتغل تركه وسافر ما خلى لها شيء. اجوا الخبيثات اللي حواليها، شو بتخليه يسافر؟ ما بتاخذي منه، ما بتقضي له، لازم تقضي له بيتك ما كذا. قالوا ايه، انا لما زوجته من حين ما زوجته بعرفه اكال، ما بعرفه رزاق. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلص كله مسكن. منين اجى؟ من الايمان. ذاك الرجل حينما كان الافر يحى الى الحجاز الفات مؤلفه، قبل ما كان لا سيارة ولا طيارة. نحن المرأة الحجاز ما كان لا سيارة ولا طيارة في الجمال، في الكبعة جمال، وهدول يا جمال يا دواب يا مشو، قافلة كبيرة. وقال رجل شاف القافلة كلها وقفت، سألوا ايش الخبر؟ ليش القافلة وقفت؟ قالوا له والله في أسد سبع حتى من خوفنا منه وقفنا حتى يقطع ويروح. قالوا اعطوني طريق، فتحوا له طريق اجى على الاسد مسكوه من اذنه. قال له تلحق على الطريق. هزم الاسد. قال له واحد يا استاذ دي ما خفت منه؟ قال له والله بستحي من الله يشوف بقلبي بخاف من غيره. هذا منين جيته؟ من ايمان. الكريم منين بيجي؟ من ايمان. الشجاعه منين بتجي؟ من ايمان. اللي بتكلم كلام الحق منين بيجي؟ من ايمان. ايمان الاصل ايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا، يا ايها الذين امنوا بموسى آمنوا بمحمد، يا أيها الذين آمنوا بعيسى آمنوا بمحمد. الإيمان هو التصديق، قلبك بصدق. وهذا الإيمان مرتبته غيب، يؤمنون بالغيب. الإيمان مرتبته ما يشهود، لذلك نحن الإنسان نعفو من إيمانه، بس كان بأمن لأنه كل المطلوب منه غيب. الإيمان أن تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب، ورسوله غيب، والقضاء خيري وشري وكله غير في غير. إذن في قلب طاهر، قلب سليم، عم بدرك الأمور على مية عليه. لو كان قلبه وسخ أو عم بيصاحب الوسخين، يكون عندكم ولد أو بنت فضاية فضة رباص أو ذهب أو جوهرة نفيسة بتحطوها بهالمدرسة ما بتسألوا عنها. إيش حكى الأستاذ؟ حكى الآنسة ما بيشوف روح يوم بيوم إلا صارت قذرة وسخة. ليش؟ هالجوهرة هالجوهرة تعبت زبل محل الزبل اللي كانت فيه، الأزهر محل الأزهر. لا يا أم، أنت يا مأوى، يا أم فأمه هاوية، مأواه هاوية. تسألي عن بنتك، هي بنتك تتعطلي بتتعطلي أنت. تعرفي بنتك كل أعمالها مكتوبة بصحيفتك، إذا لازم تلاحظيها لما بتودعيها للباب وبتقيها من الباب. إيش حكيت معك الآنسة اليوم؟ إيش حكى الأستاذ معك اليوم؟ إيش عملت اليوم؟ إيش شفتي بعينك؟ أشوف طباعك مغيرة. أنت بنتي ما كنت هيك، كنت أقدم من هيك، العادة صاير معك وقاحة يا بنتي. هي منين جتها؟ من الجوار.
الجار سمى الدار، بده يشتري دار قبل كل شيء يجي الدار يشوف الجار، منو جاره؟ بده يسافر، بده يكون الرفيق قبل الطريق. شفناه في عيننا، بس انقلابات كلية. فأنت ابنك أو بنتك لما بدها تروح بتعلميها الأدب، بتعلميها من صغرها وهي صغيرة. طبعاً عم بشوفك بتصلي، بتصلي البنت، شوفك بتتوضى، بتتوضى. ولو كانت صغيرة تروح بتحكي البنت، ما بتعرف، ما عندها أمي بتصلي، أمي بتتوضى، أمي صادقة، أمي أمينة، أمي نزيهة، أمي ما بتغتاب، أمي ما بتلم، أمي ما بتفسد، أمي ما بتضرع الدون واعطي. البنت الصغيرة عم تقول البنت والولد عم بتعلمه من الأم، ماشي من عمل الأم عمال ينطبع في قلب الولد، ولد ما عنده عقل يتحقق. فإذا أنت ولادكم عم تتفقدوان اللي حيطين بين عينيكم الشهادة، قد بصير عنده شهادة بصير له وظيفة. قاتل الله الكفر، قاتل الله البعيدين عن الله، القاسي قلوبهم، الظالمين أنفسهم. لا تعرفي ساي معك، حكونا من زمان واحد في رجل قهواتي، يجيب قهواتي فقير فقير لدرجة نهائية. قال لي نحن بنحن عليه بنعطيه، فأنا بقعد بالقهوة بشرب نفس، جيب له النفس، جيب له مي. قال إجا بنت من وجيب قهواتي، إجا البنت كبرت، قال له بنتي حطها في المدرسة، لأنه أنا أمي لا بقرأ ولا بكتب، بركي هالبنت بتطلع ريحة بتسترني بتستر كبرتي. كبرت البنت حطها في المدرسة صارت معلمة، ما لنا طولة. البنت ما بتحب أبوها، الابن تعلمت علامة الأوروبية المدنية، المدنية ما بتحب أهل الدين. يخرب بيسنتر والله ما في خير إلا في الدين، لكن مو دين تعرفوا، الدين الحقيقي، دين الصدق والأمانة والنزاهة، دين العفة، دين الشجاعة، دين الكرم. قال لي يا أستاذ تنع، قال لي معاش ايش تسوي فيه؟ قلت له ايش تسوي فيه؟ قال لي ما تعطي لابوها ولا قرش. قال لي بتركب في العربية بتدور تتروح المعاش وما تعطي، ليش؟ هي مؤدبة، لو كان مؤدبة مهذبة لا تاخذ المعاش من هون. تقول له بابا اخو انا ما بعرف، انت ربيتني من صغري والان بتربيني في كبر، لكن البابا اخذ عقله انت تاخذ شهادة وتصير معلمة، ما اخذ عقله اني يسألوا لك عن مين؟ ايش سمعتي؟ ايش حكيتي؟ هالوقاحة منين اجت؟ لا، كأنه الدب هو بسيطة، حباب دنيا هي مصيبة زادي. احكيلي حباب دنيا واجبة. لا بناتي، هالولد ولدكم، ولدكم سمرة فؤادكم هاي. هذا الولد أعماله كلها بترتبط في أعمالكم بتنكتب، في صحيفتكم كل الخيرات، وإذا عملتي سيئات ما حاسبتيها على الصغيرة والكبيرة، ما أدبتيها، ما علمتي. أول ما بتعلموا الولد الصدق، لولو صدق وما منقتل، وبالفعل لا تقتلوه حتى يصدق، حتى يصير عنده ملك. سمع علموه على الصلاة، سمع علموه على الكرم، خود حطي لفلان، حطي لفلانة من قبل 5 سنين وثلاث سنين وأربع سنين وست سنين، حطي لفلانة ورقق قلبه على الفقراء. هذا كله سمرته إلك، إلك هذا بده يجي، بده يكبر يعمل بما علمتيه بما أدبتيه. فهمي القرآن، إذا أنت ما فهمت القرآن اسألي المشايخ عن معنى الآية القرآنية، عن معنى الفاتحة الشريفة، عن معنى. أمس كنا في تركيا يقرأ القرآن من أحسن ما يكون، أسأله ما فهموا لك لا فهموا عربي أبدا، لا فهموا، أعملهم مذاكرة قلهم هيك في المدرسة، عندهم في المدرسة الأساتذة والتلاميذ، إيش بدي أقول لك؟ إيش أبينهم روح الإسلام؟ شو بدي عربية وما عربية؟ أنا بدي إسلام، أبين روح الإسلام والإنسانية في الإسلام. انبسطوا انسروا، إيش بدي أقول لك؟ صاروا من أحسن الناس. ليش؟ ما حدا عم بعلمه، ما حدا عم بعرفه، ما حدا فهمه حقيقة الدين. مو قديت صوم وصلي، إلا بصوم وصلي ما بكون كذاب، ما بكون سراق، ما بكون خائن، ما بكون غشاش، ما بقعد مع الواطين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أنت ذكرتيه بذكرك عند الملائكة، فلانة عبدتي صارت من أجمل وأحسن الناس، هذه الصلاة. أما تنظم بتنظم، وين كنت يا مهور رحت عيني؟ وين كنت؟ مصلي صلة بينه وبين ربه، ما في غير ربه، الله مطلع على قلبه. لذلك قلنا لكم إذا أردتوا أن يكون معكم الفجور في الصلاة، لا تدخلوا بالصلاة إلا قبل ما تقفوا، حين ما تكبروا الله أكبر،
وقفوا مدار دقيقه، صوروا حالكم مرضتوا ومتوا وغسلتوا وتكفنتوا ونزلوكم على القبر، وراحوا بعد ما خلصوا راحوا امكم واهلكم وخلوكي وحدك في القبر مع الله، وهم يقول الله اكبر، ما تم لا ام ولا اب ولا زوج ولا اخ ولا ولد، راحوا على القتال التركي، لا بقى بدهم التركي، راحت مع السلامه على مين؟ على الام والاب اللي ما ادبوها ما ربوها ما عذبوها، رجعوا على التركي تقاتلوا على التركي، ما في ادب ما في اخلاق، لو كان مؤمنه ولا بناتي والله ما في واحد بتعبي واحد من رزقه الا اذا واحد بقول لهم لكن اذا سقيتوني كاس شاي هذا رزقي ما هو رزقكم، وانتم سمعوا عند الشاي والله رزقكم هذا ما هو رزقي انا، ما لي عليكم انا شيء ابدا، لكن جرت عادة الله لما الله بحب عبد بيجعله كريم بيجعل رزق العباد يكون عن يده، لكن ما هو رزقه ولا بتعمل رزقه والله ولا الله بحاجة رزقه، حكيناكم مرة سيدنا سليمان الحق اعطاه سخر له الجن سخر له الريح سخر له الاشياء البر والبحر، قال له يا ربي طالما تفضلت علي وسخر انزل لي اطعم العالم النهار، قال له يا عبدي لا هي ما بتقدر عليها هي ما بقدر عليها الا الرب، قال له سيدي مو من فضلك يا ربي مو من فضلك هذا من فضل ربي القران هذا من فضل ربي، قال له ما الحق المقصود يبينه، قال له لكن يا سليمان كسر صفره ولكن بعطيك مسافة شهرين ثلاثة ولم في البر والبحر يوم الموعد بالطعم يمكن سلسلة قال له رضي قام الله يوم الموعد بعد شهرين ما عبى تلول في البر والبحر الله بعت له حيواني من البحر قال فيا نبي الله قال له نعم قال انت بلاني اليوم رزقي عندك قال له ايه قال له وينه قال له منين تيجي خذي شيء كثير راحت اكلت الجامع وكلهم اولها يغروا فتح باب اطلب باب سوريا دخل من هون وطلب من هون منو اللي بيشبع ليش بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تشربوا قبل ما تاكلوا قبل ما تناموا كلها مشان تستريحوا مشان تروح رجعت ما تمشي قالت يا نبي الله بلغني رزقي عندك اليوم طرق راسه في الارض ما بس يطلع لفوق يا نبي الله قالت والذي ارسلك نبيا بالحق ما جعل منذ خلقني الله مسدلوه تقدموا بناتي تقدموا عرفوا لك منو عم بيستخدم منو عم بيشيكم بالطريق منو عم بيعطيكم العقل والفكر منو عم بيعطيكم الان تتفكروا انت كنت صغيره تدخلي تروحي بضرب الشريط من هون لهني كنت صغيره شفتي هالشريط منو حطه انا كنت صغير وهاك وهاك الزمان والمكان عم بطلع وعم بدخل هالشريط النوراني اللي الان من هون لهناك من 50 سنه منو حطه اللي حطني اللي وضعني من نطفة وجعلني إنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون كلكم مخلوقين لله سبحانه وتعالى ليس لنا ولا لكم ليس لنا من الأمر شيء ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين دول أشقياء أما السعداء يجب الحقهم وإنك لا تهدي ليك لا تهدي للأشقياء لكن السعيد هو الله أعطاه السعادة وبعده العدم قال لك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ليه حق أعطاه السعادة وجاك قال لأ اللي ما بحكمني بنفسه ما بقدر بحكمني بنفسه بقدر أحكي معه وأفهمه كل شيء واللي ما بحكم بنفسه بقال له إيه ليه يعطيه السيد وما السيد لأنه ما أعطاني أتحكم فيه وهكذا كل المخلوقات فبنادي بدأ صدق بدأ خلاص بدأ إيمان بدأ صحبة صادقين لازم يهمكم مو المعيشة المعيشة ركضت ودخلت جوا قال رجل سار إلى الله إنه الله عم يقول له رزقك مقسوم قال إيه أنا ما عندي شلون رزقي مقسوم ماشي طريق رايح على بغداد مثلا قال وما معه شيء يأكل أبدا راح مشي عفاس شيء ما يشوف حدا بالطريق قال هذا جاع أول يوم ثاني يوم طبعا ليه جاب وقع في الارض وقال له قافله هي جايب الطريق قالوا له في قطعين طريق انهزموا ورجعوا للطريق الموجود فيه هذاك الوقت شايلين سمنه وعسل اجوا لقوا هالرجل نايم مريض يا فلان ما يرد يا علان ما يرد طلعوا قالوا لك هذا ضعيف من قله الاكل خوكم ما يرد قصدهم شيء قصدهم
تشوف نرزق شد مثل ما اقول مثل بكسر باب اطلب الله بكسر باب بناتي. معنى جريد معنى شو بدي اساوي؟ ما عم ياخذ هو ماسك طالعوا جابوا مفتاح حطوا بين سنانه فتحوا سنانه بالمفتاح وكتوا له سمنان ودرس عاد قام قال امنت امنت الرزق ياتي ويكسر الباب حقيقه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بس منو بدركها؟ بدركها الطاهر اللطيف المؤمن المصاحب الطيبين اللي عنده ايمان بالاولياء مو اللي عم بيصاحب القدامين الخائنين كذبوا خيانه وسرقه وزنا وقتل وغيبه ونميمه ما صحيح في الله؟ العين اللي بدها تشوف الله انطمست مين انا عم بشوف الله؟ مو عين البصر عين البصيره الله قال فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لك ايه تعي لعند الطبيب الروحاني تيمسح لك عينك البصيره بتشوفي مثل غيرك مثله بتشوفي بتدركي حقيقتك وذاتك وربك وكل شيء بتدركي فيه في اين عين؟ عين البصيره هي اللي بتدرك الغيب هي بتدرك المعاني اما العين هذا اللي بيناكم الشيوعي الخبيث اني اراد يبين ما في اله لانه ما بنشاف العينين هذا استاذ اجى على التلاميذ قال لهم يا اولادي قالوا نعم استاذ قال لهم هي الشيء قالوا له ايد قال له كلكم شايفين ايد قال ايه شايفين ايد قال اذا بقى في ايد اشو هاد راس شايفين راس ايه شايفين راس قال زبير قال لهم عقولوا في اله شايفين اله قال لا قال زبا في اله واحد صغير ادرك الله بده يفهم رفع ايده جابه حطه على عرندس جنبه مسك ايد الاستاذ قال له الاستاذ عم بقول لي ايد شايفين ايد قال ايه شايفين ايد قال زي الاستاذ له ايد حط ايده على راس الاستاذ قال له الاستاذ عم بقول لي راس شايفين راس قال ايه شايفين راس قال الاستاذ اذا ايش الراس قال له الاستاذ عم بقول في براسي عقل شايفين عقل قال له لا قال الاستاذ ما براس عقل ابو ذا الذي كبر فاتحه وايش في صدور القوم المسلمين والمؤمنين وانت اسمعت جاتكم رياضكم من ربكم يخرجون كل شراب ومختلف في شفاء للناس والمنزل القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو طمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفيني لا طبيب هو الطبيب اصله ايمان ايمان صحيح هو المشفي الصحيح واذا مرضت فهو يشفيني قل هو للذين امنوا مو غير المؤمنين غير ما بيعرفوا لاهل الايمان اهل التصديق قل هو للذين امنوا وتم الشفاء اللهم صل على سيدنا محمد رب القلوب ونور الابصار اسال الله العظيم رب العظيم فاق الوقت يا خلي وطاب وعم